السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الأهلي الليلة. بنكون معاكم بداية من السبت وحتى يوم الخميس علشان نتكلم في كل الأحداث الرياضية بشكل عام ونادي الأهلي بشكل خاص. بداية بطولة أفريقية جديدة تحت 23 سنة والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020. طبعا في البداية هيكون معانا إن شاء الله فقرات حوارية، ثلاث فقرات حوارية، أول فقرتين هيكونوا معايا فيهم الكابتن شريف عبد المنعم، يليها إن شاء الله فقرة تانية مع الكابتن شاكر عبد الفتاح، وأخيرا الفقرة الثالثة مع الزميل العزيز محمد سعيد والأستاذ عماد المصري الصحفي بالأخبار. هنتكلم معاهم في كل شيء حضراتكم أكيد حابين تسمعوه وتعرفوا عنه إيه الجديد. طيب أكيد طبعا مفيش صوت بيعلو فوق صوت بطولة أفريقيا تحت 23 سنة اللي بتقام حاليا في مصر. مصر اللي يعني في أقل من 4-5 شهور نظمت بطولتين، الأكبر في القارة طبعا البطولة الأولى هي بطولة الأمم الأفريقية للكبار، ودي بالشكل الجديد بتاعها ب 24 منتخب. أما البطولة اللي بتقام حاليا هي تحت 23 سنة 8 منتخبات، كل مجموعة 4 منتخبات، أول وتاني وأول وتاني، وبعديهم بيلعبوا قبل النهائي والنهائي، واللي بيصعد الأول والتاني والتالت إلى الأولمبياد في طوكيو 2020. طبعا مباراة منتخب مصر امبارح كلنا تابعناها وشفناها، المنتخب المصري بيفوز على منتخب مالي 1-0، ويعني أول خطوة في مشوار التأهل. طبعا حفل الافتتاح أكيد كلنا تابعناه وشفناه، وزي ما احنا عرفنا إن الاتحاد الأفريقي شكر الاتحاد المصري على المجهود اللي تم بذله. احنا أكيد طبعا بنشكر كل القائمين على العمل، إن هم زي ما عملوا حفل افتتاح يليق بافتتاح البطولة الأفريقية للكبار، أكيد عملوا شيء مشرف جدا، لكن على مستوى المنتخبات الأولمبية في استاد القاهرة. الاستاد يعني أكيد طبعا يعني نفتقد فقط إلى امتلاءه عن آخره بجمهور مصر اللي إن شاء الله هيبقى موجود أكيد في المباراة اللي جاية اللي هتكون أمام منتخب غانا، هتكون يوم الاثنين. المباراة دي إن شاء الله يا جماعة هي اللي هتؤكد صعود منتخب مصر إلى دور قبل النهائي في البطولة. دور قبل النهائي يعني خلاص إن شاء الله على بعد خطوات قليلة جدا 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 من الصعود إلى الأولمبياد اللي أكيد حلمنا. يمكن عندنا المنتخب الأخير مع كابتن حسام البدري لم يصعد إلى الأولمبياد وخرج من الدور الأول في البطولة الأفريقية، لكن إن شاء الله يعود هذا المنتخب مع كابتن شوقي غريب ومع الجهاز الفني ليكمل سلسلة أجيال مصر اللي بيكون موجودة في بطولات الأولمبية. آخر منتخب وصل هو منتخب الكابتن هاني رمزي اللي كان موجود فيه ثلاثة من نجوم النادي الأهلي، الكابتن محمد أبو تريكة والكابتن عماد متعب والكابتن أحمد فتحي. أكيد طبعا كان محمد صلاح متألق بشكل كبير جدا مع المنتخب، لكن زي ما بقول لحضراتكم عايزين نتكلم في الإيجابيات مش عايزين نتكلم في السلبيات. السلبيات ان بعض الجمهور مش عاجبه اداء منتخب مصر، لكن ده امر طبيعي جدا في اول مباراه للمنتخب في بطوله افريقيا، اكيد لازم يكون في بعض التذبذب في المستوى، لكن طبعا اداء منتخب مصر من مباراه لمباراه اكيد هيتحسن واكيد هيكون في شكل ويعني وطعم للمنتخب. المهم ان احنا حققنا الفوز بهدف حتى لو هدف واحد طبعا لا شيء، لكن امام منتخب قوي امام منتخب عنيد الحمد لله كنا قافلين على كل مفاتيح اللعب. اللي بينتقد اداء منتخب مصر هقول له ان اول مباراه دايما بيكون فيها بعض المشاكل، لكن مباراه تلو الاخرى اكيد طبعا بتعرف ان انت يعني تخرج بالشكل اللي انت عايزه. اصابه ناصر ماهر في اول المباراه ونزول عمار حمدي اعتقد ان هي اضافت للمنتخب، كان البعض يعني يعتقد ان خروج ناصر ماهر ونزول عمار حمدي ممكن يأثر على المنتخب، لكن عمار حمدي جاهز جدا جدا، ولد من افضل اللعيبه اللي موجودين في المنتخب الوطني وعنده مستقبل كبير جدا جدا جدا. كلنا شفنا الدموع اللي طبعا كان بيبكي بيها ناصر ماهر بعد اصابته في يعني في منطقه الكتف وان هو خلاص مش هيلعب، وبالتالي الدموع كان زعلان جدا ان هو مش هيكمل مع المنتخب المشوار، مش هيكمل مع المنتخب اولى الخطوات. ان شاء الله ناصر ماهر يعود سريعا الى المنتخب ويشارك، واحد من اهم اللعيبه اللي موجوده في المنتخب. اكيد طبعا منتخب مصر هتقول لي الفنيات، هقول لك الروح هي اللي ممكن تغطي على الفنيات وهي اللي ممكن تفوز وتخلي اي منتخب يكسب او اي فريق حتى يكسب. زي ما احنا عارفين روح النادي الاهلي وروح الفانيله الحمراء
هي اللي بتكون مستمره لحد اخر دقيقه او اخر ثانيه في المباراه قبل ما الحكم يصفر. نفس القصه روح منتخب مصر، روح الجماعه، روح اللعيبه مع بعضيهم، لما بنشوف لاعب يخرج ويعيط علشان يرجع تاني مع فريقه، اعتقد ان ده شيء مهم جدا وشيء بيعطي الدافع المهم جدا للعيبه المنتخب. كمان اللقطه اللي كانت مهمه وبتبين قد ايه ان اللعيبه عندهم روح قويه وروح واحده، وان هم طبعا مفيش بقى يعني كله بينكر ذاته. مصطفى محمد امبارح بعد ما احرز الهدف اللي حضراتكم شفتوه، كلنا شفنا الحماس في الفرحه ما بين رمضان صبحي ومصطفى محمد، اللي اكيد عندهم الكثير والكثير من المستوى اللي هيقدموه ان شاء الله خلال اللقاء القادم امام منتخب غانا. كمان منتخب غانا ومنتخب الكاميرون شفنا اداء رائع جدا من المنتخبين. منتخب الكاميرون تقدم عن طريق ركله ثابته حره مباشره، كوره مفيش احلى من كده، لكن منتخب غانا بيتعادل في اخر وقت من عمر المباراه. كلنا شفنا في الصوره اللي فاتت سونج المدافع الاسطوري للكاميرون، واللي طبعا لم يوفق ابدا امام منتخب مصر في بطوله 2008 في لقاءين، اللقاء في دور المجموعات ولقاء الافتتاح واللقاء النهائي اللي فاز بمنتخب مصر 1-0 عن طريق محمد ابو تريكه. زي ما بقول لحضراتكم ان شاء الله عندنا مباراه مهمه يوم الاثنين، ازاي نفكر نستعد ليها، ازاي نفكر ندعم منتخب مصر. عايزين بقى نتابع خلاص، يعني ما نتكلمش على اي امور سلبيه، عايزين نتكلم على كل الامور الايجابيه اللي موجوده في بطوله افريقيا وعلى منتخب مصر. كمان كان في لقاءات بتتلعب النهارده، كان في لقاءين، كل يوم هيكون في لقاءين. اللقاء الاول انتهى بفوز منتخب كوت ديفوار امام منتخب نيجيريا 1-0، وبالتالي منتخب كوت ديفوار اكيد طبعا من المنتخبات ايضا المرشحه، وفرصته نفس فرصه منتخب مصر في ثلاث نقاط مهمين جدا في اولى مواجهاته. منتخب نيجيريا لسه عنده مواجهتين امام المنتخب الجنوب افريقي وامام المنتخب الزامبي، بالمناسبه الاثنين بيلعبوا حالا دلوقتي والدقيقه 8 من عمر المباراه، والتعادل سلبيا بدون اهداف. أكيد طبعا يعني هنتكلم عن أداء منتخب مصر، وهنتكلم عن شكل منتخب مصر في الفقرة الحوارية الأولى مع كابتن شريف عبد المنعم، وأيضا في الفقرة الحوارية الثانية مع الكابتن شاكر عبد الفتاح. لكن تعالوا نبدأ بشوية أخبار علشان من بعديها نستقبل ضيوفنا، علشان ما نطولش عليكم أكتر من كده. هنروح مع حضراتكم لأولى الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي، وأكيد طبعا النادي الأهلي وحشنا جدا جدا جدا، يعني فترة كبيرة جدا هنشوف فيها كرة القدم بدون النادي الأهلي. يعني ممكن بقى يعني بيوحشنا يوم عن يوم، اكيد طبعا النادي الاهلي لما بنشوفه اسبوعيا او بنشوفه كل خمس ايام كده بيلعب مباراه اكيد بنكون مبسوطين، اكيد بيكون عندنا روح والحماس ان احنا نتفرج على النادي اللي احنا بنحبه والنادي اللي احنا بنشجعه والنادي اللي احنا اكيد تربينا على تشجيعه على حبه. لكن خلاص هانت، علشان كده بقى نبدا نقول لحضراتكم الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي واخر الاستعدادات للبطوله الافريقيه امام النجم الساحلي. كابتن طبعا الاهلي بيبدا ترتيبات السفر الى تونس. الكابتن سالم حفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي قال ان في اتصالات مع السفاره المصريه في تونس علشان يبداوا لترتيب رحله الفريق المرتقبه ان شاء الله نهايه الشهر الجاري الى العاصمه التونسيه لمواجهه النجم الساحلي في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. كابتن سيد قال ان كابتن سمير عدلي المدير الاداري بدا التنسيق مع الجانب التونسي وايضا السفاره المصريه في تونس من اجل ترتيب كافه الامور المتعلقه بالرحله مبكرا علشان ما يبقاش في اي حاجه مفاجاه، وبالتالي الاهلي يكون جاهز بكل الترتيبات. النادي الاهلي زي ما حضراتكم عارفين يعني هو عنده خبرات افريقيه وعارف هو بيعمل ايه وعارف ازاي بينسق اموره علشان يسافر ويكون مرتاح، وان شاء الله النادي الاهلي يرجع بالسلامه ويوصل بالسلامه ويرجع منصور ان شاء الله بالثلاث نقاط. الاهلي ان شاء الله يلتقي مع النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري على ملعب رادس في دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا. مكملين مع الاخبار، الكابتن سيد عبد الحفيظ يتحدث عن اهداف الاهلي في المرحله الثانيه لفتره الاعداد. الكابتن سيد قال ان مستر ريني فايلر بيحاول ان هو يكسب اكبر مكاسب ممكنه فنيه ومعنويه من خلال فتره التوقف الحاليه بسبب ارتباط المنتخبين الاول والاولمبي، الاول بلقائين ان شاء الله، واحد امام كينيا واحد امام جزر القمر في تصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه الكاميرون 2021، وايضا منتخب الاولمبي اللي بيلعب حاليا في مصر في بطوله الامم الافريقيه تحت 23 سنه والمؤهله الى اولمبياد طوكيو 2020. الكابتن سالم حفيظ قال ان هو في تنسيق مع ناديين علشان يكون في لقاءين وديين خلال فتره التوقف علشان يساعدوا النادي الاهلي على
على الاستعداد جيدا للمباراة القادمة في دوري أبطال أفريقيا. كابتن سالم حفيظ، وده خبر مهم جدا علشان كلنا سمعنا وقرينا وشفنا أخبار بتقول إن تجدد إصابة متولي 5 أسابيع ونفس الإصابة، وكلام كده كتير جدا مع كامل الاحترام والتقدير لكل الزملاء الأعزاء، هو يعني كلام مش في محله. متولي لما كان موجود في الإمارات عمل أشعة وتم عرضه على دكتور أو خبير إصابات ملاعب علشان يحدد وقوفه على إصابة متولي، والدكتور فضل إن محمود متولي يعني يأخر شوية نزوله إلى الملعب علشان يكون نازل وهو جاهز 100%، مش 100%، علشان متولي دلوقتي احنا فترة توقف، فترة التوقف الحالية دي أكيد بيترتب عليها حاجات كتيرة جدا جدا جدا، من ضمنها إن اللاعب يستفيد من الفترة الحالية بعدم وجود الماتشات، بعدم وجود أي شيء رسمي في الفترة الحالية علشان يستعد بيه جيدا. لكن دلوقتي حضراتكم لو نزل في فترة ملهاش أي لازمة، تمام؟ وبالتالي هيكون لو حصل له بعد الشر أي شيء هتأثر عليه في اللقاءات الرسمية. علشان كده الخبر على لسان الكابتن سالم حفيظ بيقول محمود متولي يحتاج فقط إلى 3 أسابيع للإعلان عن جاهزيته، وبالتالي محمود متولي إن شاء الله، عشان بس نكون متفقين وعلشان الأقاويل ما تروحش الحتت بعيدة جدا، زي ما بقول لحضراتكم الموقع الرسمي للنادي الأهلي وقناة النادي الأهلي هم دول المصدرين اللي حضراتكم لو حابين تعرفوا أي شيء خاص بالنادي الأهلي تفتحوهم وتتابعوهم، وهم دول اللي هيقولوا لحضراتكم كل الأخبار الصحيحة. علشان كده بقول لحضراتكم محمود متولي إن شاء الله 3 أسابيع فقط، ما عندوش تجدد في الإصابة ولا عنده أي شيء، هو بس الدكتور في الإمارات لما شاف الأشعة قال إن هو يعني يصبر شوية في النزول علشان لما ينزل يكون جاهز 100%. وده بالنسبة لمحمود متولي اللي طبعا اتصاب في لقاء السوبر في بداية الموسم، وطبعا كلنا عارفين ان بيكون في فارق احمال وفارق في الفروقات البدنيه، وده اللي حصل مع متولي، لكن ان شاء الله يعود جيدا ويعود واقف على رجليه ويعود وحش وبطل موجود في منطقه خط الدفاع، ايضا كمان علشان هيفرق جدا مع منتخب مصر في المشوار القادم. اخر خبر، برنامج بدني خاص للاهلي بعد انتهاء الراحه السلبيه. طبعا توماس بانيكل اللي اكيد بنسمع اسمه كل ما بيكون في راحه سلبيه والاهلي بيرجع تاني للتدريبات، فاول شيء بنفكر فيه هو الاحمال البدنيه والبرنامج الخاص للاعبي النادي الاهلي بعد الراحه السلبيه. فاكيد توماس بانيكل مخطط الاحمال البدنيه بالجهاز الفني للنادي الاهلي، بيضع برنامج بدني خاص للعيبه للبدء في تنفيذه بعد غد الاثنين استعدادا للمرحله المقبله، والاهلي طبعا بيستعد تدريباته بعد بكره بعد ما حصل الفريق على راحه سلبيه لمده 4 أيام بعد العوده من الامارات مساء يوم الاربعاء الماضي. وزي ما حضراتكم عارفين ايضا الجهاز الفني كان موجود في اجازه قصيره في سويسرا علشان اكيد يطمئنوا على الاسره وعلى اسرهم، لكن هيعود ان شاء الله مع بدايه التدريبات، وبكده ان شاء الله الاهلي يستعد بقى جيدا في معسكر داخل مصر احنا بنسميه معسكر اللي هيكون موجود الفتره اللي جايه دي ان شاء الله لمباراه يوم 29 امام النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر في استاد رادس بالعاصمه التونسيه. طيب هنروح لتليفون مهم جدا 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 للاستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي لمجلس اداره النادي الاهلي. يا استاذ شريف برحب بحضرتك. الو مساء الخير يا استاذ شريف، ازي حضرتك؟ مساء النور. كابتن انا عمر مع حضرتك يا فندم. عمر ازي حضرتك يا استاذ شريف، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام الحمد لله يا صديقي، معلش احنا لسه في غرفه مجلس الاداره. بالظبط انا عارف اعضاء مجلس الاداره لسه موجودين، واحنا تقديرا للنادي الاهلي والبرنامجك يعني والجمهور وقناه النادي الاهلي العريض كنا حريصين ان نطلع الساده المشاهدين وجمهور النادي الاهلي على اهم قرارات مجلس الاداره اللي صدرت اليوم في الجلسه اللي انعقدت برئاسه الكابتن محمود الخطيب قبل ما يغادر الحقيقه الى مطار القاهره، طائرته تقلع ان شاء الله في الثانيه صباحا الى باريس للاطمئنان على فقرات الظهر والعرض على طبيب اخر بالاضافه للطبيب الالماني، وان شاء الله يعود يعني سالما غانما معافى باذن الله يوم 21 نوفمبر الجاري، يعني هيقضي 10 ايام تقريبا يا عمر باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله يرجع بالف مليون سلامه، واكيد طبعا حضرتك تطلعنا على اخر الاخبار الخاصه بقرارات مجلس الاداره بعد اذن حضرتك. الحقيقه انه هذه الجلسه كانت جلسه متوقعه، كان حريص الكابتن محمود الخطيب على توجيه الشكر
لاعضاء مجلس الاداره، زملائه في المجلس، وايضا الاداره التنفيذيه وقطاعات النادي المختلفه الرياضيه منها والتنفيذيه على ما بذل من جهد خلال الفتره السابقه. والحقيقه تفاني الجميع اللي كانوا بيعملوا تحت ضغوط كبيره جدا من اجل الارتقاء بالمستوى المهني والاخلاقي وترسيخ مبدا الاهلي فوق الجميع. وللحقيقه يعني مفهوم انكار الذات، متمنيا لجميع عائله النادي الاهلي التوفيق، ومطالبا يعني الجميع ايضا بذل المزيد من الجهد خلال الفتره القادمه ليكون المجلس والقطاعات المختلفه والاداره التنفيذيه عند حسن ظن الجمعيه العموميه وايضا جمهور الاهلي العظيم. ووجه التهنئه لعموم الشعب المصري ولاعضاء المجلس والجمعيه العموميه وكافه الاجهزه الرياضيه والعاملين بالنادي بمناسبه مولد المصطفى رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه اللي بتحل اليوم يا عمر. طبعا سنه والجميع طيب. حضرتك بصحه وسلامه. عندنا الحقيقه مجموعه من القرارات، نبدا بقرار مهم جدا وهو يتعلق بالموافقه على سفر الدكتور محمد سراج عضو المجلس. الحقيقه وهو له اهتمام وباع كبير حتى قبل الانتخابات بمشروع استاد النادي الاهلي، على اعتبار انه هذا هو الحلم اللي بينتظره الجماهير، وهو واحد من اهم محاور الحمله الانتخابيه في برنامج عائله الاهلي اللي دخل بيه الكابتن محمود الخطيب الانتخابات. الدكتور محمد سراج هيسافر الى لندن خلال الفتره من 25 الى 29 نوفمبر للمشاركه في مؤتمر ويمبلي للاستادات لعرض مشروع وتجربه استاد الاهلي الحقيقه اللي يعتبر جاهز ومكتمل الان، بدعوه من الاداره الخاصه بهذا الملتقى العالمي والسنوي الكبير اللي بيشارك فيه عدد كبير من الانديه الكبرى وايضا الشركات العالميه بهدف تبادل الخبرات وكمان التعاقدات الخاصه بالاستادات الجديده حول العالم. في هذا الاطار يا عمر هيكون في نقطه مهمه تتعلق في الدكتور محمد سراج بعد الحقيقه العوده وفي اجتماع مجلس الاداره القادم، وبناء على تكليف من الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره، فتم تكليف اللجنه اللي برئاسه الدكتور محمد سراج بتقديم الرؤيه الكامله وعرض التصور الخاص عن مشروع استاد الاهلي خلال الفتره الماضيه، خصوصا انه هذه اللجنه عملت على مدى سنتين او يزيد بخصوص الدراسات الفنيه والماليه المتعمقه وعمليه التمويل وازاي جمهور الاهلي يشارك وامتى ننطلق والمكان فين، فالصوره اصبحت مكتمله وفي تنسيق في كل الاتجاهات بهذا الخصوص، وبالتالي هذه الصوره ستعرض كامله على مجلس اداره النادي الاهلي في اجتماعه المقبل بعد عوده الكابتن محمود الخطيب ان شاء الله من فرنسا في رحله علاجه، وبالتالي يكون في اخبار طيبه بشان يعني الانطلاق الحقيقي لهذا المشروع وتفاصيله، وازاي يعني ابناء النادي الاهلي والمستثمرين والشركات المختلفه وكل الراغبين في التعاون ان هم يشتركوا في يعني هذه الملحمه ان شاء الله، لانه سيكون يعني هو التحدي الحقيقي والمشروع الاكبر لمجلس اداره النادي الاهلي باذن الله. ايضا يا عمر طبعا انت عارف الامور المتعلقه بالتصديق على محضر اجتماع الجلسه الماضيه طبعاً. كان رقمها 15 وانعقدت يوم 4/10/2019، وكمان المكتب التنفيذي المنعقد يوم 4/11، وتم اعتماد تقرير مجلس اداره النادي خلال الفتره من 1/7/2018 حتى 30/6/2019. ايضا تم عرض الاقتراحات المقدمه من الساده الاعضاء على الجمعيه العموميه، وتم عرض الميزانيه التقديريه الخاصه بمصروفات الجمعيه العموميه لعام 2019. يعني افاجئك وافاجئ جمهور النادي الاهلي انه ميزانيه النادي الاهلي الضخمه والكبيره اقتربت او زادت عن 2 مليار جنيه. تفاصيل بسم الله ما شاء الله في اجتماع الجمعيه العموميه ان شاء الله القادمه بالتفصيل، والانفاق والايرادات والطائف كل حاجه هتعرض على الساده اعضاء مجلس اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي يوم 22/23 نوفمبر ان شاء الله. ايضا تم اعتماد قرار رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب بشان تفويضه في اتخاذ القرارات العاجله بجلسته الاولى المستمره اللي هو الاجتماع الاول والمنعقد بتاريخ 9/12/2017، وقد قرر الكابتن في 4/11/2019 الموافقه على تكليف الكابتن جوهر نبيل عضو مجلس الاداره برئاسه بعثه فريق الدرجه الثانيه بنين
للجمباز للمشاركه في بطوله ليبرز الدوليه في تشيك خلال فتره من 26/11 الى 1/12/2019. كمان تم عرض القرارات المجمعه والمعتمده من لجنه التخصيص لقطاع كره القدم السابعه لقطاع كره القدم على مجلس الاداره خلال فتره من 8/9/2019 الى 9/11/2019. خليني اقول لك ايه هي القرارات المجمعه دي لانها مهمه ويتم الحقيقه جمهور النادي الاهلي يعرف. اولا الموافقه على العرض المقدم من نادي النجم الساحلي لتسويه مستحقات النادي الاهلي على اللاعب السابق للفريق الاول لكره القدم الاغواري سليمان كوليبالي، متضمنه سداد الكامل المبلغ لصالح النادي الاهلي والمستحقه عن عدم استكمال اللاعب بتعاقده عن موسم 2016/2017. فالاهلي الحقيقه ما حكمت به المحكمه الرياضيه كله ان شاء الله يدخل خزينه النادي الاهلي، والمجلس اعتمد هذه التسويه للحصول على الحقوق كامله غير منقوصه. ايضا تم اعتماد تجديد تعاقد عدد من اللاعبين الناشئين الموهوبين في مختلف فرق قطاع الناشئين. كمان الموافقه على التقرير العام لقطاع كره القدم لموسم 2018/2019، وايضا واخيرا الموافقه على بدء اتخاذ الاجراءات يعني القانونيه لحفظ حق النادي الاهلي بخصوص حقوق الرعايه المستحقه عن لاعبي. اخذك ايضا ب عندنا الحقيقه اهتمام بالمحاضر الخاصه باجتماع لجنه الشؤون العضويه. انت عارف ان مجلس الاداره في اجتماعه السابق خد قرار برفع قيمه رسوم العضويه للنادي الاهلي للمقر الرئيسي في الجزيره ومدينه نصر وللفرعين في الشيخ زايد والتجمع الخامس، وبالتالي ما زال هناك فرصة كبيرة للراغبين في الانضمام إلى أسرة النادي الأهلي أن يتقدموا خلال الشهور القليلة الحالية للاستفادة من الأسعار القديمة، وهي 175,000 للشيخ زايد اللي هيصبح 250,000، 200,000 للتجمع ده هيصبح أيضا 250,000، 500,000 للعضوية الكاملة الجزيرة ومدينة نصر وهتصبح 750,000. لدينا أيضا التقرير اللي سيتم عرضه على الجمعيه العموميه، اللجنه المشكله برئاسه السيد الاستاذ طارق قنديل عضو المجلس بذل جهد خرافي الحقيقه هو والساده المعاونين به او الاعضاء في هذه اللجنه من الاداره التنفيذيه والقانونيه من اجل الاعداد الوافي والدقيق للتقرير والكتيب الذي سيطرح على اعضاء الجمعيه العموميه. والشكر جزيل وموصول الحقيقه للاستاذ طارق قنديل ولجميع اعضاء اللجنه على ما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية، وإن شاء الله الجمعية العمومية تشوف حاجة راقية ومحترمة في اجتماعها يوم 22 و23 يوم. خليني أخذك بقى الحقيقة الموضوعات الرياضية أيضا لكنها موضوعات مهمة وشغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية. لعل أبرزها هو الموافقة على مشاركة الفريق الأول الكرة الطائرة رجال في البطولة العربية التي تستضيفها القاهرة من 16 إلى 28 فبراير المقبل ويشرف على تنظيمها الاتحاد المصري للكرة الطائرة. ما أود أن أقوله هنا ومجلس الإدارة الحقيقة يعني بحث بعناية موضوع تداعيات مباراة كرة السلة بين النادي الأهلي والزمالك في كأس مصر عمر، لأنه الحقيقة مجلس الإدارة أبدى استياءه الشديد من قرارات الاتحاد المصري لكرة السلة الخاصة بهذه المباراة وما شهدته عن خروج الحقيقة من خروج عن النص وعن الروح الرياضية، واحتفظ المجلس بحقه في الاعتراض والتظلم على هذه القرارات وحفظ حقوقه، وكذا قراره بالتصعيد الى اي جهه يعني طبقا للوائح الاولمبيه اذا استلزم الامر. النادي الاهلي الحقيقه بيدق ناقوس الخطر ومجلس ادارته بقياده الكابتن محمود الخطيب بشان هذا السلوك غير القويم والتجاوزات غير المسبوقه داخل الساحه الرياضيه والتي تاتي انعكاسا كما نعلم جميعا لعدم الالتزام وتجاوز بعض المسؤولين المتواجدين وربما المحسوبين على الساحه الرياضيه. هذه التجاوزات التي تؤجج نيران التعصب بين الجماهير، وهنا مجلس اداره النادي الاهلي بيؤكد انه لا يقبل المزايده على تمسكه الدائم وعلى مر العصور بالقيم والمبادئ والمثل والاخلاق الرياضيه دون النظر او مراعاه النتائج والضغوطات التي تترتب على اي قرار اخلاقي بيتخذه، وليس بعيدا كما تعلم يا عمر مجموعه القرارات التربويه والاخلاقيه اللي اتخذت مؤخرا سواء في موضوع لوتر بولو او لاعبي تنس الطاوله اللي تم ترحيلهم وغيره. الحقيقه يعني التاريخ مليء بمثل هذه القرارات التربويه. ايضا واخيرا المجلس طبعا شاف واطلع
على هذه الاحداث اللي شهدتها المباراه وبعدها وجميع المواد الفنيه المسجله والتي اظهرت بوضوح وبما لا يدع مجالا للشك من الطرف المسؤول عن التجاوز وتطور الاحداث لما قالت اليه في نهايه المباراه والخروج عن النصر بهذا الشكل يعني. فيعني هذا كل ما لدينا من قرارات لمجلس اداره النادي الاهلي يوم العمر. بس طبعا بشكرك شكرا جزيلا استاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي لمجلس اداره النادي الاهلي على وجود حضرتك معنا وكالعاده دايما كل ما هو جديد وخاص بالنادي الاهلي او اجتماعات مجلس الاداره والقرارات دايما حضراتكم بتسمعوه بتشوفوه بتسمعوا للنادي الاهلي وايضا قناه النادي الاهلي. ودي كانت يعني كل القرارات الخاصه باجتماع النادي الاهلي اللي اقيم اليوم في النادي الاهلي بالشيخ زايد. زي ما بقول لحضراتكم قرارات كثيره جدا تم اتخاذها كلها قرارات مهمه، لكن بالنسبه للجمهور الاهلاوي طبعا ما فيش شك ان حق النادي الاهلي في مباراه الاهلي والزمالك في كأس مصر في كرة السلة أكيد طبعا الأهلي زي ما حضراتكم سامعين الأهلي هيصعد الموضوع إذا لزم الأمر إذا لم يتخذ إجراءات رسمية من قبل اتحاد السلة في حين أن تم صدور بعض القرارات لكنها غير مرضية وغير منصفة تماما يعني، فلابد من اتحاد السلة يراجع بعض القرارات علشان خاطر النادي الأهلي. أكيد طبعا لما بيطالب بحقه النادي الأهلي عمره أبدا ما بيكون مقصر في أي حق من حقوق اي لعبه مقامه داخل النادي. النادي الاهلي قراراته كلها تربويه، فلما الاهلي يشوف قرار غير سليم بالنسبه له ويعمل تظلم فيه فانا اعتقد ان لابد من يعني مراجعه بعض القرارات الخاصه بمباراه كره السله بين الاهلي والزمالك. ده بالنسبه لي قرار مهم من ضمن القرارات. طبعا قرارات اخرى عقوبه كوليبالي او الغرامه اللي مفروضه على كوليبالي من قبل المحكمه الرياضيه اللي تم خلاص تسويتها او الاتفاق ما بين الطرفين بين النجم الساحلي وما بين النادي الاهلي علشان خاطر النادي النجم الساحلي يدفع فلوس كوليبالي بالكامل علشان تخش خزينه النادي الاهلي. لو حضراتكم تفتكروا النجم الساحلي عرض على النادي الاهلي ان هو يسوي المبلغ والنادي الاهلي يتنازل عن بعض المبالغ لكن الاهلي رفض. الاهلي دايما لا يرفض ابدا او الاهلي دايما بيرفض او ابدا لا يوافق على التخلي على اي جزء او اي قيمه حتى لو صغيره جدا جدا من حقوق ناديه وجماهيره. مجلس الاداره دايما بيبص على حق النادي الاهلي وحق الجمهور اللي دايما هم شايفينه ان هم موجودين علشان المسؤوليه دي. علشان كده بقول لحضراتكم خلاص كوليبالي موضوع اتقفل وان الغرامه خلاص النجم الساحلي هيدفعها وكل شيء او كل واحد هيروح لحاله رسميا. الخبر بقى المهم جدا جدا بالنسبه لي وبالنسبه لكل جمهور الاهلاوي هو خبر الباشمهندس محمد سراج عضو مجلس اداره النادي الاهلي اللي ان شاء الله هيكون موجود في لندن من يوم 25 الى يوم 29 نوفمبر علشان يكون موجود في اجتماع ومناقشه خاصه في ملعب ويمبلي ويعني مناقشه خاصه عن الملاعب العالميه. وبالتالي النادي الاهلي ان شاء الله في خطوه مهمه جدا وخطوه مدروسه جيدا وخطوه من ضمن الخطوات اللي كانت موجوده في يعني القرارات المهمه او الخطوات اللي مجلس الاداره هيعملها ان شاء الله بعد ما الانتخابات انتهت على خير وهو انشاء استاد النادي الاهلي. وبالتالي ان شاء الله بعد ما الدكتور محمد سراج يرجع ان شاء الله يكون في تفاصيل اكتر وتفاصيل كتيره نتكلم عليها وكل شيء بالتفصيل الممله. لكن لحد دلوقتي الدكتور محمد سراج ان شاء الله يكون مسافر على خير علشان يكون موجود في الاجتماع المهم اللي هيكون في لندن. وحضراتكم طبعا عارفين ويمبلي وعظمه ملعب ويمبلي واكيد طبعا وجوده في هذا المؤتمر اكيد شيء مهم جدا وشيء ايجابي علشان يعرض ويناقش انشاء استاد النادي الاهلي اللي زي ما حضراتكم سمعتوا هو خلص دراسته بالكامل ومنتظرين فقط الاعلان عن كل التفاصيل وعن كل شيء. وده اللي هيكون ان شاء الله اكيد بعد رجوع الدكتور محمد سراج وايضا بالاتفاق مع مجلس الاداره بالكامل اللي ان شاء الله يعملوا حاجه مشرفه وحاجه تليق بجمهور النادي الاهلي اللي دايما بيحلم في يوم من الايام اللي يكون عنده استاد عالمي زيه زي برشلونه زي ريال مدريد زي مانشستر يونايتد زي اي نادي عريق في الدنيا يكون عنده ملعبه خاص بيه هو اللي بيحمل كل العظمه والتاريخ اللي بيتكلموا عن عظمه النادي. واكيد طبعا النادي الاهلي واحد من اعظم واعرق الانديه اللي موجوده في العالم فطبيعي الاهلي عرقته وعظمته محتاج يكون عنده ملعب عالمي مش ملعب بس لا ملعب عالمي يليق ايضا بالجمهور الاهلاوي اللي لاعب رقم واحد واهم شيء موجود في منظومه كره القدم هو الجمهور. وفي الاخر حضراتكم عارفين اكيد كره القدم بتتلعب للجمهور. هنروح لفاصل علشان نرجع بعديها نستقبل ضيف حضراتكم الكابتن شريف عبد المنعم نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر. خليكم معنا.
اهلا بحضراتكم من جديد، ونبدا معاكم الفقره الحواريه الاولى مع واحد من نجوم النادي الاهلي، واحد من نجوم ملعب الاهلي اللي دايما اكيد بيمتعنا بارائه وتحليلاته في لقاءات النادي الاهلي واكيد لقاءات منتخب مصر، الكابتن شريف عبد المنعم. يا كابتن شريف منورني. عمر ازيك؟ ايه الغيبه دي يا كابتن؟ ولا غيبه ولا حاجه. انا ما بشوفكش عندي في الاهلي الليله. لا انا بكون منور بالليل. اول ما عرفت ان انت موجود على طول جيت. شريف ربنا يخليك كابتن. طبعا يعني اكيد كلنا تابعنا اداء منتخب مصر امبارح في اولى لقاءاته امام منتخب مالي، اللي كله كان بيتكلم على انه منتخب قوي وعنيف وصعب، لكن عرف الكابتن شوقي وعرف لاعبي منتخب مصر ودعوات المصريين والروح اللي كانت موجوده ان احنا نتخطى اولى عقبات البطوله الافريقيه في مشوار صعود منتخب مصر في طوكيو 2020. رايك المفصل الفني يا كابتن شريف؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم. انا هقول لك على حاجه، احنا اتفرجنا على الاربع مباريات، ثلاث مباريات، انا شفت ثلاث مباريات، مصر ومالي، مصر ومالي، الكاميرون وغانا، والنهارده نيجيريا وكوت ديفوار. ونيجيريا الحكايه عمر، عارف الفرق كلها داخله بحاله تصاعديه حتى في الملعب، يعني حتى وانت بتتفرج عليهم تحس ان الاداء بيحصل له حاله صعود. يعني ما كناش بنشوف حراس المرمى في اول ربع ساعه، في اول هاف تايم، ما اعرفش، مصر الوحيده اللي جابت جول في اول هاف تايم. يعني بقيه الفرق كلها اي اهداف جت بتيجي في الهاف تايم الثاني، مع اختلاف الشكل، اذا كان ضربات ثابته او فولو بيعمله فرقه غانا، انها فرقتك الوحيده الحمد لله اللي هي بتروح على الجول. يعني الفرقه الوحيده اللي بتعمل عرضيات مثمره، الفرقه الوحيده ان لو عندنا شويه تحركات شويه باهتمام وعدم الخوض في الخوف، يعني برضو ان احنا ايه مدين مالي ايه حجم غير عادي، مع ان انت عندك في البطوله دي فرقه اسمها زامبيا. زامبيا دي انا شايفها من اقوى الفرق اللي انت هتتفرج عليها. زامبيا بتلعب متعادله مع جنوب افريقيا 0-0 لحد دلوقتي، هي 37. ما هي كل الفرق رايحه في حاله تصاعديه، يعني مش هتلاقي ان النهارده قوة غاشمة داخلة زي فرقة الكاميرون مثلا، حاولت وراحت، بس تبص تلاقي نوادر في الفرص اللي هي راحت لها. حتى الكرة اللي جابوها جول جابوها من ضربة ثابتة. صح. فأنت هتشوف شكل تاني في ماتش غانا. الماتشات الدور التاني على طول، أو الماتش غانا أنت. تمام. الكاميرون هتلاعب مالي، ده هتشوف ماتش غير عادي. خلاص الناس شافت بعض والناس عرفت بعض، وإمكانيات الفرق كلها هتفك بقى، هتدي لك الإمكانيات اللي عندها كلها. يعني برضو كان في حالة كل واحد عامل حساب الخصم، كل واحد عايز يشوف الدنيا ماشية ازاي. على فترات الفرقتين مالي تهجم عليك وتعمل ضغط شوية، وانت في الاول تهجم عليهم وتعمل ضغط شوية. شوقي غريب بالاخص لازم يكون اتفرج طبعا على الفرق اللي هي غانا والكاميرون كويس قوي، لازم يشوف ان الفرق دي شكلا بتنقل كرة سهلة جدا من نص الملعب. لازم يبقى في ضغط ورقابة. اللي حصلت لنا في مالي انك انت الكوره لما بتسيب اللعيبه تستلم عليك بتبقى في خطوره، مع ان انت يعني النتيجه طلعت بانك انت عندك من احسن خط دفاع موجود في البطوله كلها. حقيقه الاولاد عندهم ثبات انفعالي كويس قوي، عندهم سرعات ان هم يجاروا اي كرات، ما عندهمش خض. حتى محمد حارس المرمى صد كوره صعب قوي على اي حارس ان هو ياخدها على مرتين بهذا الشكل والريفلكس. حمص يبقى بنفس الشكل ده. كنت بتسال على كابتن على كريستيان كوامي، صح كده؟ كريستيان كوامي بتاع كوت ديفوار لاعب جنوا، بيلعب في جنوا الايطالي ومحترف كويس. برضه ما شفناهوش في اول هاف تايم غير كره واحده في اخر الهاف تايم، رقص واحد واثنين وعملها لزميله والراجل حطها في الشبكه من بره. فاللعيبه محترفه موجوده، كله موجود، بس الدنيا لسه تصاعديه. يعني بيقول لك ايه، انا النهارده بلعب 60-70%، الماتش اللي جاي ان شاء الله ما عنديش بقى، يعني ما عنديش غير نتائج. مصر الحمد لله هي اللي فازت بثلاث نقاط لحد دلوقتي مع كوت ديفوار. دول عندهم شكل تاني، عندهم دلوقتي اتنين تعادل او عندهم مكسب كمان يدخلهم على السيمي فاينل. ف شوقي غريب نجا، ايوه زي ما الناس بتقول كويس بالمباراه الاولى، ولكن انا ما شفتش فرقه مالي بكل السمعه يا عمر اللي احنا شايفينها دي. فاجئنا بمستوى، هي اللي هتبقى الاول وهي اللي هتعمل البطوله وهي مش عارف ايه، فاهم قصدي ايه؟ ما شفناش حاجه زي كده، بل اللعيبه بتاعتك ما شاء الله يعني، وعندك اصابات. ناصر ماهر كمان يعني نقطه الوصل اللي حصلت في نص الملعب راحت منك. عمار حمدي يا كابتن ملوش عمار خد واحده سبرنت في اخر الماتش لو تشوفه ناحيه الونجرايت، ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر،
ولا احسن لعيبه. وبعدين اللعيبه بتاعتك ايه؟ هي مش دول بيلعبوا في الدوري المصري؟ والدوري المصري ده مش اقوى من الفرق بتاعت مالي دي اللي هي واقوى من كاميرون واقوى من كوت ديفوار واقوى من يعني لعيبتك محتكه مع لعيبه على مستوى. اذا كان عمار حمدي بيلعب قدام اليو ديانج اهلي وديانج اللي بيعمل مان تو مان مع مع رمضان صبحي، فاهم قصدي؟ بس يا كابتن كان في فوارق يعني بدنيه كلنا شفناها وتابعناها، حتى الفوارق البدنيه دي اثرت على اصابه نصر ماهر. لاعب بتاع مالي دخل قوي جدا، بنيان قوي جدا، لكن لاعبتنا هل حضرتك شايف ان هم هيبداوا يتعلموا ازاي يتعاملوا مع الكره الافريقيه خلال اللقاءات اللي جايه وازاي يحموا نفسهم؟ علشان واضح ان لعبتنا مش كانتش عارفه تحمي نفسها كويس امبارح. برافو عليك، واكتسبوا اللعيبه بتاعتنا اكتسبت الثقه في اللياقه. صح، يعني مش الثقه في الاداء، صح، في اللياقه. صح، امتى يعمل السبرنت وامتى يعمل الزون ديفنس وامتى يدافع وامتى يهاجم. حتى رمضان صبحي انت تقول انا ما شفتوش في الملعب، انما كان حاله ثبات بتهز فرقه مالي كلها. لما بيستلم الكوره الناس بتخاف تخش عليه. هو اللي عمل الجون الاولاني لابو الفتوح 1 2 1 2 عنده. صح، رؤيه. صح، والراجل عمل عرضيه كويس قوي، والتحرك الجميل جدا من مصطفى محمد. شفت بقى الشكل اللي بيبقى فيه عندك اكتر من لاعب من منتخب مصر موجود جوه ال 18، اللي هي المشكله بتاعت الفريق الكبير يعني، او مشكله اي حد بيلعب بفرود واحد. النهارده انت بيكون عندك اكتر من فرود موجود جوه ال 18، بتدي حريه لاي حد فيهم يجيب جول. صح يا كابتن. واحنا رحنا بصراحه، انا عجبني فرقه مصر قوي لما فكت بقى وجابت الجول وكانت تقدر تروح تجيب اكتر من جول تاني. الناس مش عارف ليه ما شارتش للنقاط دي. يعني انت اكتر فرقه لحد دلوقتي من الفرق اللي انا اتفرجت عليها كلها اللي هي بتروح للجول وتقدر تعمل عرضيات كويسه. عايز بس شويه تحركات. وعايز يا كابتن شوقي خلاص بقى شاف الفرق الثانيه وشاف شكل الاستلام، يعني ازاي يوظف عمليه نص الملعب، ازاي كم عدد من اللعيبه اللي احنا ممكن نلعب 4 1 3 2 مثلا، يبقى في لعيب ثابت بينقل الكره للثلاثه اللي قدام الستاره اللي عاملينها، فما يديش فرص للناس اللي هي تستلم سهل. انت هم عندهم سرعات كويسه قوي، واللعيبه بتشوف بعض، بتشوف كويس قوي، بيباصوا لبعض، وعندهم تحركات من الاجنحه برضو زيك. بس انت اللي الناس ما كلمتش عنه كلها انك انت على مستوى راقي جدا من الروح والاداء. وكنت اتمنى ان الاستاد كله يكون مليان، كان هيفرق معاك كمان تماما. لو ممكن يكون الاستاد كله، انا اعتقد انه هيكون موجود في الماتش الجاي. ممكن يكون الجمهور يا كابتن كان بيجس نبض المنتخب الاولمبي في اول مباراه ويشوف النتيجه هتبقى عامله ازاي. طيب خلاص، يبقى احنا محتاجين الجمهور في المباراه الجايه. طبعا في كل حاجه، اصل السمعه اللي احنا كنا عارفينها على منتخب مالي خافوا، يمكن ان مالي برافو عليك خافوا ان مالي يعمل شكل مش لطيف يعني. وان مالي جاله كوره كمان في الاخر كمان كان ممكن تبقى حاله تعادليه. بس انا عايز اقول للناس حاجه، هو انتم مش عايزين فرق حد يهجم عليكم ولا عايزين كوره تروح من الخصم؟ صح، انتوا عايزين بس انتوا اللي جول، انتوا جول، انتوا جول. الكوره ما بقتش كده، الكوره بقت يعني مستويات، ومستويات كبيره جدا. وممكن هم عندهم حاله احترافيه اكتر مننا ورؤيه، والناس حتى السماسره بيبصوا عليهم هم اكتر، ان هم عندهم حاله انتظام في موضوع الناشئين. يعني لعيب عنده من عنده 17 سنه لغايه 19 سنه عمر بيبقى مؤهل خلاص انه يخرج بره البلد. صح، والعين عليه. ولما بيوصل 20 21 سنه وما لعبش في فرقته او لعب في فرقه، معظم الناس محترفين يا كابتن. منتخب مالي يعني محترفين في مازيمبي، في الترجي، محترفين في دوريات مختلفه في روسيا. انا قريت قبل المباراه امبارح بعض اللعيبه من مالي محترفه، فلقيتهم معظمهم محترفين. هتلاقي في ايطاليا، في سيريا دي وسيريا، او سيريا تري وسيريا فور يعني الرابعه. يعني في ناس انت مفرخه كل اللعيبه بتاعتها في البلاد دي، في ايطاليا وفي اسبانيا، وفي ناس بتدرس وفي ناس معادن وعائلات رايحه هناك. صح، يعني نيمار ده هو وميسي كانت البدايات كده. صح، لما اتشاف وحس ان هو هيبقى حاجه خدوه بالعيله بتاعته كلها، ووفروا لاهله التوظيف، ووفروا الشروه كلها على بعض، الشروه كلها على بعض. وبعد كده بقى هم بقى هو اللي بيبيع وهو اللي بيشتري، خدت بالك؟ هو النور المضاء، خدت بالك؟ من الارجنتين لاي حته في العالم. صح، نيمار نفس الشيء، البرازيل، والبرازيل طبعا ولاده في كل عالم. فاحنا برضو ما عندناش الحته بتاعت النهارده انت زانق المنتخب بتاعك في السن ده، وانت محمله مهمه صعبه وسهله في نفس الوقت. يعني الحمد لله ان هي البطوله دي على ارضك، الحمد لله انك انت عندك لعيبه عندها احتكاكات قويه جدا كانت في مصر هنا ضد فرق كبيره قوي. يعني بيراميدز، انت ما تلعب ضد بيراميدز مثلا، ما هو فيها لعيبه قد لعيبه مالي 10 مرات. فانت عندك احتكاك جامده، بتلعب ضد الزمالك، بتلعب ضد الاهلي، واللعيبه كلها
نعتبر طبعا صغار صغار السن جدا يعني. وعندهم انحرافيه. عندك رمضان صبحي جاي من انجلترا معايشه كتير. رايك في شخصيه رمضان كابتن الفريق وقائد منتخب مصر في اول تجربه رسميه ليه مع المنتخبات الوطنيه يكون كابتن في بطوله كبيره زي امم افريقيا تحت 23 سنه؟ شخصيته ورفع من الروح المعنويه للعيبه، وان هو هدف اللي احتفل بيه مع مصطفى محمد، وشفنا كابتن الحماس والقوه المفرطه في الاحتفال والهدف انه يشد ازر اللعيبه. رايك فيه ايه يا كابتن؟ رايي ان هو يعني كابتن فرقه عامل حاله حب بينه وبين اللعيبه، وخلى اللعيبه كلها بتحب بعض، مش متنجم عليهم يعني. صح. زي ما بيقولوا يعني. صح. مش انا النجم الاوحد، ما بياخدش كوره ويعمل سبرنتات لوحده ويعمل. لا، في حاله تعاون، بيدافع معاهم، بيحسسهم بالمسؤوليه، ان هو حامل مسؤوليه كبيره على فايلر. يعني فايلر غيره يا كابتن؟ فايلر كان سبب في تغيير شخصيته. غير السيستم كله بتاع اللعيبه كلها الحقيقه، طلع كل اقوى حاجه عند اللعيبه، بس هو خلى حتى في غيره من الفرق الثانيه. يعني الناس كلها بتبص على فايلر. صح يعني. خد بالك يعني، وهو اهدى مستويات كبيره قوي للمنتخبات يعني. هو حالته اللي عملها دي تحس ان هو الراجل زي ما كان بيقول ايام كابتن حسن شحاته، فاكر المنتخب بتاع 2006 2008؟ لك طول ما النادي الاهلي، طول ما النادي الاهلي بيبقى كويس المنتخبات بتبقى كويسه. لما الاهلي بيفوز بدوري ابطال افريقيا المنتخب الكبير المنتخب كمان بيفوز بال ف حاجه تفرح انك انت تتوفق يعني. ولما جه قبل ما يجي فايلر قال لك لا ده مستوى مش عارف ايه وبتاع، الراجل في ظرف مباراه، مش هقول لك في ظرف خمس مباريات او ست مباريات، في ظرف مباراه غير كتير جدا. المباراه اللي بعدها غير فكر السوشيال ميديا كله، وغير فكر الصحافه وفكر الدنيا كلها. المباراه اللي بعدها ابتدت الناس تبص بقى بشكل، لا ده في حكايه هو والجهاز الفني بتاعه. وطبعا احنا الجهاز الاداري بتاعنا هايل على مستوى طبعا محترم جدا يعني. فلما ده وصل بقى للسته وبتاع قال لك ده رايح منتخب سويسرا. ف يعني رايح يمسك سويسرا ورايح مره واحده اتفاجئنا. اتفاجئنا كل الكلام على طول يعني. فانت بتقول لي فايلر خلاص يعني، كل المطلوب منه الحقيقه التحدي الاكبر، اذا كان احنا بنتحدى دلوقتي بالاستاد اللي انت كنت بتتكلم عنه في القرارات الجديده. طب بتقول لي رايك فيها يا كابتن؟ ما هقول لك رايي في الاستاد. بس انا التحدي الكبير كمان ان قبل ما ناخد الاستاد في تحدي كبير قوي للبطوله الافريقيه يعني. الدنيا كلها واقفه عشان البطوله الافريقيه والاحساس بالبطوله الافريقيه، وقد ايه الراجل ده موفر لهم الطمانينه يعني. بنتكلم على دوري ابطال افريقيا طبعا. انا بحب ادي الراجل حقه يعني، هو والجهاز اللي معاه. ولما تتفرج يا عمر وانت بتتفرج على التمرين بتاعه، خلاص مش هنتفرج بعد كده، هنروح هناك قفلها لنا، هنشرب ونطلع فوق العمدان. فلما بتروح تشوف هذا السيستم وهذا الميكانيزم اللي هو الراجل عامله، تحس انك تغير ان انت ما بتلعبش كوره دلوقتي. صح. تغير ان او تزعل ان الراجل ده ما كانش عندنا من سنتين ولا حاجه. صح. فهمتني يعني؟ تحس بشكل الحمد لله الله اكبر احنا ماشيين في مسار طبيعي بتاعنا اللي هو يليق باسم النادي الاهلي يعني. فاحنا بنشكر الناس كلها الحقيقه اللي وفرت فايلر للكره المصريه مش للنادي الاهلي بس. حقيقه كان اختيار متناسب جدا وموفق لحد الاول. عايزين نفضل بقى برده مواكبين وما نلتفتش لاي حد يعني بيتكلم في اي حاجه يعني. هتلاقيهم برضو انت مستنيين لك ان اي حاجه تحصل يقول لك الله ما هو مش عارف ايه. احنا مالناش دعوه، احنا ماشيين زي ما احنا ماشيين كده الحمد لله يعني. وانجازات غير طبيعيه يعني. انت لما بتاخد دوري زي الدوري 41 ده. صح. بهذا الشكل وبعدين يواكبوا مباراه كبيره جدا بتكسب المنافس وبعدين ترجع تاخد السوبر. فاهمني يعني؟ وبعدين تمشي بنفس الشكل وبعدين يعمل حاله بقى جديده في الكره المصريه تدوير. هو عارف انه عنده 25 لعيب مثلا او 23 لعيب هم اللي حقيقة بياخد بيهم الحكايه غير الاصابات اللي عنده الخفيفه يعني. ازاي بيشغل الدنيا دي كلها؟ فمن حقه بقى ان احنا نخش على النقطه الثانيه، نجزء ثاني، نجيب له استاد واقوى استاد في العالم، ان الراجل ده نحافظ عليه انه يبقى موجود في وسطينا في وسط جميع الامكانيات اللي تقدر النادي الاهلي يوفرها لاولاده ويوفرها للصائد البطولات زي ما بيقولوا، واحنا حائط البطولات، حائط البطولات الذهبي اللي كل ما تخش تلاقي اجيال ورا اجيال وموروثات زي ما بيقولوا، كوادر بتسلم بتسلم بتسلم. فمجلس اللي موجود يعني بيحاول توفير كل شيء للي جاي يعني. ما هو يعني ما حدش بيبقى قاعد على في الحكايه ده
كابتن محمود استلم من كابتن حسن، استلم من مهندس محمود طاهر، استلم كل الناس بتدي ده، والنادي الاهلي هو الاساس، هو صح، هو النسر اللي ما شاء الله الحمد لله يعني لو تتفرج عليه. طب الاستاذ كابتن شريف، احنا اتكلمنا عن مجلس الاداره، بس حضرتك عارف دايما مجلس الاداره بيكون داعم للشباب، بيكون داعم للافكار المحترمه الجيده اللي بتفيد النادي الاهلي. الدكتور محمد سراج احد اعضاء مجلس الاداره اللي بدا مشروع وحلم استاد النادي الاهلي بعرض ميزانيه وعرض افكار وعرض ازاي احنا ممكن نعمل حاجه عالميه تنافس الانديه الاوروبيه زي برشلونه زي ريال مدريد، يكون عندك حاجه كيان منفصل لا تشارك فيه احد. وبالتالي دكتور محمد سراج مسافر علشان يشارك في مؤتمر ويمبلي اللي هيكون في اخر نوفمبر. راي حضرتك في الخطوه دي، وخطوه احنا عارفين ان هي شغاله بس ما تمش الاعلان عنها غير في الوقت المناسب، ومش هنعرف تفاصيل عنها اكتر غير لما الدكتور محمد سراج يرجع ويتم المناقشه والعرض على مجلس الاداره، وبعد كده نعرف كل الخطوات. هل حضرتك شايف ان فعلا خلاص بدا حلم ملعب النادي الاهلي يتحقق، او هيتحقق ان شاء الله من قبل مجلس اداره كان عنده خطه في برنامجه الانتخابي وفعلا بدا ينفذها؟ كل حاجه جديده وكل حلم زي ما انت بتتكلم ليه بدايه. فاحنا شغالين على صناعه حلم جميل، خدت بالك، ومستقبل العيلة الواحدة بالكافة الثلاث أوراق اللي احنا بنتكلم عنهم، المبادئ والاحترام والعيلة الواحدة والبطولات الحقيقة. فكل مرحلة وكل رحلة ليها بداية، فاحنا في البداية الحمد لله، بداية بأولادنا ما شاء الله، الشباب اللي هم مسؤولين دلوقتي قدام أفكارهم قدام أحلامهم بالجمعية العمومية بكل الدنيا. فإذا كان مهندس محمد سراج، إذا كان محمد الجرحي، إذا كان طارق أنديل، كل دول طبعا كلهم ناس محترمة، أسماء كبيرة جدا جوه، بفكر كبير جدا، ويقودوا سفن، يعني مش يقودوا بس دكتور سراج عشان بس الاستاذ هو اللي انا بقول يعني بقول لك مش محمد سراج بس اللي موجود، ده كل لا لا طبعا بأفكارهم، خدت بالك الحقيقة، كل واحد في مجاله وفي موقعه بيمثل جميع الأفكار اللي هي تخدم النادي الأهلي. يعني انا مش التخصص يا كابتن شريف حلو، التخصص يا كابتن شريف حلو، صح، التخصص والرؤيه صح والامكانيات صح والخبره صح. انا برضو عندي خبره في منطقه معينه، وده اللي كابتن خطيب عمل، كابتن خطيب راح مديله على طول الدنيا، والمجلس كله الحقيقه بيدعمه، طبعا التدعيمات دي كلها هتواكب كل عضو مجلس اداره عنده مهمه ثانيه، عنده شكل ثاني لا يقل عن هذا الشكل. لا طبعا يعني احنا كلنا بنتمنى ان الحلم زي ما انت بتتكلم انه يتحقق، لانه هتبقى برضه بدايه لباقي جميع الامكانيات اللي موجوده جوه البلد، يعني جوه مصر. دايما النادي الاهلي سباق، ودايما النادي الاهلي من حيث ينتهي الجميع بيبقى فخور بيه وبيقف جنبه، ما فيش حد هيقدر يمنع مسيره الاهلي اللي احنا متربينا عليها من 1907 يعني. طيب لو رجعت تاني لحضرتك للمنتخب الاولمبي، قلت لك هل كابتن شريف عبد المنعم بعد اول مباراه قدر يحط عينه على اسماء محدده هي دي اللي هتكون مستقبل الكره المصريه، او ممكن تكون هي اللي هتصعد بمنتخب مصر الى الدور التالي وايضا اولمبياد طوكيو، ولا لسه برضه في ناس حضرتك محتاج تبص عليها اكتر؟ والله هقول لك على حاجه، الروح اللي اتلعب بيها والشكل اللعيبه كلها، انا ما قدرتش اكون يعني هنقولها بالفتوح بالعرضيه الجميله، مصطفى محمد بالهدف صبحي بروحه، صلاح محسن بالتحركات اللي واخده العين كلها، والناس يمكن مركزين على ده ومش واخدين بالهم من بقيه اللعيبه، ناصر مال كان عايز يحط الشويه بتاع القوه اللي هم بيلعبوا بيها سامحه لهم ان هم اللعيبه بتاعتنا احنا برضو هنا لعيبه ارتست شويه، فنانين شويه، تالنتد صح، يعني بيحاولوا يعملوا اللمسه الجماليه اللي هي القاتله في الملعب. الفرق الثانيه اللي هي بتبقى الافريقيه الموجوده دلوقتي عندهم لغه السرعه مع القوه، يعني ممكن هو بيشترك معاك في كوره ياذيك وانت ما تاخدش بالك ان هو، وده اللي حصل في كوره ناصر ماهر، ناصر ماهر وقع غلط يعني، بس ما كانش حامي نفسه كويس يا كابتن شريف، حضرتك راجل بسم الله ما شاء الله وحش في منطقه الجزاء، ما حدش مساك بيعرف ياخد منك الكوره كابتن شريف، حد يقدر كابتن يعمل فيك كده كابتن شريف؟ مش فيا انا، ما هو مش يعني، بس انا بتكلم حضرتك كوع حضرتك الشمال طالع في الهواء، عمار عمل ايه؟ خده الراجل ومشي بيه من ناحيه اليمين وانا مش مصدق يعني، ما هذا الاصرار وما هذا السرعه وما هذا ليه؟ خلاص حصل له شالنج صح، لما ناصر وقع وابتدوا اللعيبه بتاعتنا تتخبط صح، عملوا اوفر على اللياقه بتاعتهم، لان الضغط العصبي على اللاعب ده اوحش حاجه يا عمر، انت بيبقى عندك لعيب
وتقول له المباراه النهارده ويسمع في السوشيال ميديا ان مالي دي هي اللي هتدخل البطوله، مالي دي هي اللي مش، وتنزل انت ليدنج. طاقه سلبيه كابتن، طاقه سلبيه غير عاديه على المنتخبات وعلى المدربين وعلى اللاعبين. وحتى لو ما لقوش كسبت مالي يقول لك هو حسام البدري ليه جاب الفرقه دي الوحشه دي عشان لعيب ينط لك من حته لحته مش عارف تمسك عليه حاجه ولا قادر يقول لك مثلا ايه انتوا ليه لعيبكم في برج العرب دي ارض وحشه قوي، ده كره ما بتتحركش فيها، ده احنا مش عارفين نشوف لعيبتنا كويس، لعيبه مش عارفه تستفيد، ما فيش روشتات نجاح لاي حد زي ما انت بتقول. الناس بتطلع تهاجم بشكل ملوش لازمه، ده لا اهلي بقى ولا زمالك، ده مصر كلها بتبقى موجوده في نفس الوقت، لازم التدعيم عشان النجاح. طيب سؤالك يا كابتن شريف عشان ده يعني سؤال يشغل الرأي العام بأمانة وبكل صراحة، منتخب مصر لو كان خسر وكان أدى أداء رائع كان الجمهور هيطلع يقول إيه؟ ولو كان منتخب مصر أو منتخب مصر لو كسب البطولة بأداء عادي جدا لكن كسب، هل الناس هتطلع تقول إيه؟ ده حاجة مهمة جدا عايز أعرفها. حضرتك نجم كرة قدم وراجل موجود في الشارع وبتحتك مع الجماهير، وبالتالي كمان رؤية حضرتك الفنية في هذا السؤال الصعب جدا إجابته، يعني أنا مش عارف الناس عايزة أداء ولا عايزة نتيجة ولا عايزة الاتنين، ولا الاتنين صعبين في ظل إن في بطولة فيها ثلاث فرق وبعد كده نوك أوت سيمي فاينل فاينل وبعد كده خلاص. هو أنت كنت وصلت أفريقيا السنة اللي قبل اللي فاتت دي بأداء كويس أو بأداء جيد؟ لا ما كان صح. وصلت فاينل مع الكاميرون كنت تقدر تكسب المباراه صح، وصلت كاس عالم باداء هايل و بالعكس انت كل التصفيات اللي انت جيت هنا لعبت غانا هنا مسكت الكره ثلاث اربع مرات جبت منهم جونين ادي الحاله. الناس دايما بتبحث عن النجاح وفي لفظ يقول لك ايه اي دونت لايك لوزرز، يعني ما بيقولش بقى اي دونت لايك جود بلاير ولا جود بلاينج ولا جود كوتش صح. ولا هو اللوزرز بالنسبه له بتمحي كل حاجه. النجاح بقى تلاقي 700 واحد في الصوره، شوقي غريب حسام بدري هتلاقي الدنيا كلها دول هايلين هو وصلنا. الناس اللي بتطلع تنقد وكمان ده من الشيوخ النقاد يعني بينقدوا في حتت اللي هم بيبقوا عايزينك انت تبقى كويس، يعني عايزين الحته دي تكمل بقى يعني عايزين يعني النقد بناء يعني يقولك في مشارك شرط الكابتن مش عارفين يعملوا عليك شوشره في حاجه. يعني يا كابتن ده نقد بناء ولا نقد هدام؟ انا بس عايز اعرف. لا انت شغالين عليك دلوقتي هدام لغايه لما تبقى انت بناء نفسك لغايه لما تكسب. يعني ما بيسيبوش حد يتكلم في الروشتات الناجحه. فيقول لك وبعدين يجي يقول لك ايه؟ ما هو المدير الفني هو المسؤول دلوقتي. وخدنا قد ايه عبال ما حطينا مدير فني وعملوا شكل غير طبيعي حتى بيجيبوك وانت مدير فني مهزوز، يعني كان المفروض فلان ده يجي طب فلان اللي تحتيك ده قاعد مستنيك بقى انت هتسقط ولا هتنجح ولا هتعمل اي حاجه، كلام بلدي على القهاوي فاهمني. انما الناس بقت عارفه كل حاجه والاخطر بقى في الموضوع انا بقولها لك بحقيقه، يعني الناس بقت عارفه كل حاجه، الناس كلها بقت عارفه انت بتاخد كام وفلان ده ايه وفلان التاني ده علاقته بفلان ايه، هو ده اللي خلى الساحه مشاع صح، مبقاش فيه خصوصيات حتى في التنفيذ في التفكير خدت بالك في العمل. يعني انا النهارده حتى لما بجيب حد يمسك منصب معين فابتدوا عايزين يعرفوا هويته ده زمكاوي ولا اهلاوي ده مش عارف طب وش معنى ده طب ده كابتن مهم طب ليه مش ده؟ هل ده بصراحه مهم ان الهويه ولا انا هجيب واحد ملوش هويه؟ هل ده موجود في المجتمع المصري ان كابتن شريف معروف ان هو اهلاوي بس هل هو اهلاوي فانا ما ينفعش اجيبه في منصب محدد؟ طب فلان زملكاوي طب هل ده ما ينفعش؟ طب ما البلد كلها كابتن زملكاوي واهلاوي. شفت بقى بيروحوا لغايه فين ويفكروا في ايه؟ طب هنعمل ايه؟ ما بيفكروش يعني ازاي احنا ننهض؟ ازاي احنا نساعد نفسنا ونتجاهل اشياء كتير؟ صح. يعني فاهم قصدي؟ يعني كل الناس دلوقتي بقت بتفكر في الحاجات اللي انت بتتكلم فيها دي، ما احنا عمرنا ما هنطلع لقدام. انما سهل جدا ان لو في اي تجاوز او اي حاجه زي ما انت اتكلمت كده على مباراه السله بتاعت الكاس كويس لازم كل ده قدام الناس كلها هتعمل ايه؟ طب رايك في يعني رايك انت فاهم قصدي يعني ده راجل بيحرج نفسه، يعني اي حد هيعمل اي حاجه غير كده خلاص بقى انت يبقى احنا هنا بنقف بقى وبناخد قراراتنا وبناخد مواقفنا وبناخد ده. كل حاجه لازم تبقى ايه بعين العقل. هو كابتن شريف دلوقتي حد مع كامل الاحترام والتقدير لنادي الزمالك علشان ما حدش يقول ان احنا يعني بنتكلم على حد مش بتكلمش على شخص انا بتكلم على تصرفات لا لا كابتن مش قرارات انا عايز اسالك سؤال انا بتكلم على قرارات ما انا اسالك طبعا نادي الزمالك في المباراه الاخيره لم يوفق امام النادي الاهلي وخسر من في بطوله كاس مصر للسله لكن اتفاجئنا بعد كده كابتن شريف ان لاعبي نادي الزمالك هم من اثاروا المشكله او بدايه المشكله
فلما اجي اعاقب مين وعاقب ازاي وشكل العقوبه؟ لكن يا كابتن انت اخذت عاطل بباطل، اخذت عقوبات على الاثنين، نقل مباراه بره صاله النادي الاهلي، فلوس على ده وفلوس على ده، طب مين المتسبب في الازمه؟ صح ولا غلط يا كابتن شريف؟ مظبوط طبعا، ما انا عشان كده بقول لك الكلام ده. لما تيجي بتشوف الحاجات دي مش مساله انتماءات، يعني المساله الايه؟ اللي هو الفير. صح. يعني كابتن محمود طلع في يوم ما كنا بناخد الدوري، حفل استلام الدوري، قال معنا احنا في منافسه شريفه يعني جدا، احنا في كل احنا ما عندناش اي حاجه، اتشطر واكسب يعني، فاهم قصدي انا ايه؟ هنسقف لك كلنا، وانت لما بتكسب ما احنا بنقول مبروك، يعني ما عندناش تقدر واحد كسب يا عمر تقول له اي حاجه غير مبروك؟ لا طبعا. تقول له اصل انت كسبت بكذا؟ لا مفيش. طبعا هو ده انت كنت بتكلمني عنه. لا. نكسب ولا نلعب كويس ولم نوفق؟ لا نكسب. نكسب وفي يعني ابواب كتيره قوي شرعيه انك انت تكسب من خلالها، يعني من غير ما انت يبقى عندك تجاوز او اي شيء. احنا يوم ما هنوصل للاشياء البسيطه دي ونحب بعض ونعطي ايدينا في ايدين بعض، ما فيش حد يقدر يوقفك او ما فيش حد يقدر يمنعك من ان انت ترسم خريطه. خدت بالك انك انت تروح بقى تبقى بتكلم في كاس عالم بتنافس، مش رايح عشان تخش كاس عالم بس، يعني خلاص انت بقى اسمك كبير قوي في القارات كلها، واسمك من اكبر الاسماء اللي موجوده في قاره، والناس كلها بتعملك حساب دلوقتي. النادي الاهلي الحمد لله ما شاء الله، الحمد لله الله اكبر، بيتنافس دلوقتي مع الانديه الكبيره كلها انها عايز تلعب معاه. حتى احنا يعني الجماهير كلها دلوقتي والدنيا كلها بقت عارفه ومتاكده ان لا يصح الا الصحيح في مسار النادي الاهلي. طيب هل حضرتك شايف يعني عشان خاطر يعني نتقابل ونروح لمباراه غانا اللي جايه، عايز اعرف راي حضرتك، هل المنتخب ان شاء الله قادر على الفوز في المباراه القادمه وحسم صعوده الى الدور قبل النهائي ومن ثم الصعود الى اولمبياد طوكيو، ولا حضرتك عندك بعض المخاوف اللي لو تخلينا عن بعض الاشياء اللي حضرتك ممكن تقولها لي هنبقى الامر بالنسبه لنا ان شاء الله ما فيش فيه مشكله؟ لا ما فيش فيه مشكله خالص باذن الله، ان احنا هنكون باذن الله من ضمن ثلاث فرق، بس احنا نعمل حسابهم ان في ثلاث اربع فرق في اللي ان شاء الله هنخش نصفي معاهم على الثالث. ثلاث فرق واحنا ان شاء الله هنكسب. وفي كلمه ثانيه عايز اقول لك، انا ما عنديش شك ان احنا هنكسب باذن الله، ده الاول ردا على سؤالك. ثالث حاجه، لازم انت تبقى حاطط قدامك انك تطلع الاول في البطوله، تفوز بالبطوله باللقب، تفوز بالبطوله. صح. انك لو ما بصيتش لهذا الهدف مش توصل اصلا، مش هتطلع الثالث حتى مع الاحترام والتقدير، لان طبعا لو خسرت السيمي ان شاء الله توصل، تخسر السيمي فاينل هتهتز في الثالث والرابع. صح. انك انت يبقى بتحارب اللي عايز بقى يطلع معاك يلحقك، الضغط عليك اكبر، بتلعب في ملعبك وسط جمهور وعايزك تثق. وعمر انت عارف احنا بنلعب كوره بنضيع اجوان، يعني عايزك تثق في نفسك ان انت وصلت. الفرق بقيتها كلها اللي احنا بنتفرج عليها عندهم كوره وعندهم اداء وعندهم كل حاجه، بس لسه مختفي تماما الشكل الهجومي الزاعن او الشكل الهجومي اللي يخوفك. عندهم انت ما شاء الله الاطراف عندك بتدافع وبتهاجم 10 على 10، الاثنين الديفندرات اللي هم موجودين في السنتر باك هايلين، محمد عبد السلام اعتقد اسمه عبد السلام، عامل كوره عنده، مش الكوره عنده ما فيش شكل، مش عامل شكل، هو مستميت انه يخلص المنطقه دي من اي شيء ده. ففي روح كبيره قوي احنا بنبص على اللعيبه انه بعد ما ياخد الثقه كمان في شكل تاني بثلاث نقاط بهدوء اعصاب بنقل كورتين ثلاثه. كل الفرق دلوقتي انا شايف نيجيريا النهارده بتلعب لونج باس لونج باس، ما بقاش كل واحد مستعجل، كل واحد عايز يهز المنطقه الخلفيه وما بنشوفش فراوده خالص في الموضوع. فانت بس كل التنظيم ان اكسجين ياخدوا كده المدير الفني ومحمد شوقي وشيتوس ويقعدوا مع بعض يتكلموا يقروا الحكايه صح كويس قوي يوصلوها للعيبه. انت عندك حاله دلوقتي كمان اصابات وشدت عضلات وشدت دنيا، البديل لازم يبقى بديل يعني حاسس وهو قاعد المستوى الاول بتاعهم كلهم. صح. مش في بديل وما فيش بديل، لا انا البديل بس انا مستوى اول برضو، انا بس الماتش ده انا بتاع 40 دقيقه منه، انا بتاع 70 دقيقه، انا بتاع 60 دقيقه. شفنا عمار حمدي امبارح نزل بعد ربع ساعه، يعني اصابه ظروف وصلته. انا بتكلم ان حضرتك لازم اللعيبه اللي تكون قاعده على دكه البدلاء مستعده، علشان زي ما حضرتك عارف ان كل واحد معرض ان هو ينزل على طول، والبديل الكفء او البديل اللي حضرتك عارف لعيب الكوره دايما اي مدير فني بيقول له انت تكون مستعد، انت ممكن تيجي لك الفرصه ما تكونش مستعد تطلع بره خالص، لكن البديل اللي بيكون مستعد ده كابتن شريف زي امبارح عمار حمدي قلب موازين المباراه تماما، نزل زي ما حضرتك قلت مسك اللعيبه كلها بتاعت النادي. يعني قال لك انا ما اقعدش على الدك، مش عيب انك انا انزل الملعب وارقص اي حد واعمل لاي حد. وشفنا مفاجات كتيره قوي من
من فرق كبيره وزي شمال افريقيا في الجزائر لما جينا لعبنا كم من لاعب من الجزائر اللي خدوا البطوله فاجئنا يعني في ادم الناس ده كويس فاكره كان طبعا. حاجه سوء عمار فتحي عمار حمدي امبارح فكرني بادم الناس ده فكرني انه بقى لسه صغير ولسه هيعظم ولسه هيشوف ولسه هيخش في مباريات وان شاء الله يتوج في البطوله دي يروح في حته تانية خالص يروح فكره في حاجه تانية يعني وبرده هو متاسس طبعا فين؟ في النادي الاهلي كمان هو مواليد 99 هو اصغر من هذا المنتخب بسنتين كمان يعني المنتخبات كلها 97 هو 99 بص انا وانت والفرق واللعيبه وشوقي والدنيا كلها بنبحث ها على بقى مانشستر يونايتد وعلى ريال مدريد وريال مدريد بدا بيلعبوا لعيب عنده 16 سنه ونص وبرشلونه ده الفكر بتاعهم خلاص بقى بيبصوا لجنريشن تاني خالص بيبصوا على لعيبه مش مساله ماديا بس شايفين ان في مواهب طالعه من كاس عالم ناشئين اللي هو تحت 17 سنه ناس بتشوف من اي حته الناس بتلعب الناس عندها رؤيه عندها فكر كبير قوي يواكب ويوازي الاسماء الكبيره في الانديه دي فالدنيا كلها متاحه للعيبه بتاعتنا والمصر خصوصا يعني لو في شكل احترافي شويه هتحس ان مش السمسره السمسره يعني هم اللي هيحددوا لك لا هتلاقي نفسك غصبا عن اي حد لما بتاخد بطوله اسماء اللعيبه بتاعتك كلها بتبقى اون ماركتنج يعني بتبقى الناس كلها بتدور على تسويقها فاذا البلد كلها كمان بتبقى العين عليها وعلاقتك كويسه جدا بالفيفا طبعا علاقتك كويسه جدا بالاتحاد الافريقي كله كل شيء ممهد ليك وانت دايما ليك الرياده في كل شيء خاصه في افريقيا يعني. طبعا يا كابتن احنا كلنا يعني تابعنا طبعا اصابه محمد محمود يعني ربنا يرجعه بالسلامه حضرتك شايف ان المنتخب خسر لاعب بحجم محمد محمود طبعا قدر الله ما شاء فعل حاجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى لكن طبعا محمد قادر ان هو يعود اقوى من الاول شفنا العزيمه والاصرار اللي موجودين عنده وهو اكيد دلوقتي بيؤازر زمايله ونفسه ان هم طبعا يتواجدوا باللقب علشان ان شاء الله الحلم الاكبر ان هو يكون موجود معاهم في اولمبياد طوكيو اللي جاي 2020 فهل حضرتك شايف ان هو المنتخب خسر محمد محمود وهل هو ان شاء الله قادر بالقدره الكبيره اللي عنده بالعزيمه ان هو يكون موجود معاهم في الاولمبياد؟ طبعا لعيب ما شاء الله انا بقى يعني بتمنى له السلامه باسرع وقت يعني وهبقول له حاجه بس بعد طبعا ان هو خسر المنتخب طبعا ده لعيب محرك في الملعب ما بتعرفش هو جاي منين ورايح فين وسريع جدا وعنده رؤيه للمرمى بشكل ان هو بيحب يجيب جول يعني مش كل اللعيبه اللي بتقدر تعمل التحركات وتخترق يعني انا بحس ان محمد محمود ده بيلعب هاند بول مش بيلعب كره قدم تخيل ليه جاي على البوكس اللي هو خط ال 18 وعامل سماتش برجله براسه باي تحركاته ما تقدرش يمسكه فالعين بقى انا مش عايز اقول لك يعني العين جباره يعني فانا على كل اقول له يا محمد ربنا يرجعك بالسلامه انا في سنه من السنين في عز مجدي اتقلبت بعربيتي وحصل لي حادثه وقالوا انا مش هلعب كره تاني انما لعبت ورجعت تاني ومش هقول احسن من الاول بس كنت كويس قوي وخدت بتاع 5-6 بطولات مع النادي الاهلي كمان كان من يعني بعد ما قالوا خلاص مش هيلعب تاني رجع خد 5 منهم بطولتين افريقيا يعني ما شاء الله فالحمد لله ربنا يعني يرجعك بالسلامه وهي بتبقى اراده وانا شفتك في صوره بتضحك يمكن بتضحك لينا وبتطمنا وانت من جوه قلبك فيه حزن عارفين انما خلي الحزن ده اكبر عائد ليك انك انت تبقى عندك جلد وعندك صبر وعندك ايمان بالله انك باذن الله هترجع تكون اللي مستنيه يعني ربنا حاطه لك في طريقك باذن الله يكون احسن من اي حاجه انت كنت بتتخيلها. ماتش غانا هل حضرتك جمعت فكره عن المباراه اللي جايه شكلها هيبقى عامل ازاي؟ هل المنتخب الغاني بعد التعادل اللي كان يعني نجا بيه بعد الهدف الاول لمنتخب الكاميرون انه يخرج من المباراه بعد ما كان يخرج بدون نقاط خرج بنقطه واحده، هل حضرتك شايف ان منتخب غانا النقطه دي هتصعب من المباراه يوم الاثنين ولا هتهدي الموضوع شويه ولا منتخب مصر وكابتن شوقي مش بيبصوا ابدا على اي حسابات للمنتخبات الاخرى هو عينه على 3 نقاط فقط؟ الله عليك يا عمر، انت قلت كلمه حلوه قوي. منتخب مصر ملوش دعوه باي حاجه. بيبص على ادائه، بيبص على هدفه، يكسب المباراه دي باي شكل. الاستاد كله يبقى مليان لان هي دي المباراه اللي هتودينا، مش هتلاقي فرقه جابت 6 نقاط في صح في البطوله كلها غير كوت ديفوار مثلا ومصر. يعني احنا بنتكلم في اول المباراه دي في اول مجموعه انت هتاخد ال6 نقاط دي والماتش الثالث بقى المتأهلين. الماتش الثالث هيبقى فرصه بالنسبه لك لفياوي غريب والجهاز الفني بتاعه انه يؤسس صح ازاي نوصل للحصول على البطوله ويبقى اتفرج كمان انت في حاله تصاعديه يعني بتتفرج على كل حاجه اداء بتشوف المجموعتين ما بتشوفش مجموعه واحده هم دول اللي هيشاركوك ان شاء الله
في الاول الثالث يعني. فانت قلت جمله جميله جدا، ازاي اللعيبه تبقى نازله ما بتفكرش غير في المكسب، ما بتفكرش غير في ادائها هي، ما بتفكرش غير في ازاي هتصنع هجمه ويحصل تدعيمات للصفوف. يعني ما زلنا النهارده الحكايه يعني بتعصي شويه شوقي غريب، ان هو الشكل الفني اللي انت بتدور عليه مش لاقيه. ليه؟ لان بيقع له 2-3 لعيبه بيبوظوا له الميكانيزم اللي هو مثلا داخل يلعب بيه. فاحنا بنتمنى ان الماتش اللي جاي ده يخلص بدري بدري برضو من اول هاف تايم، عشان اللعيبه يبقى عندها ثقه وتنقل الكوره. وبتمنى من اللعيبه يعني ان هم ما تستعجلوش الهجمه، ما تستعجلوش الفينش، يعني شوفوا بعض. بشوف لعيبه كتير قوي لو يعمل الكوره عمر للراجل اللي جاي من ورا يروح هو الجول هيبقى، ما تشوطهاش يعني، مش لازم تشوطها يعني وتاخد السبق انك انت اللي انت عايز تجيب جول. لا، شوفوا بعض والعبوا بهدوء، انقلوا الكوره سريعه جدا. كل ما بننقل الكوره النادي الاهلي كان بيجيب جول السنه دي بعد 34 نقله او لمسه. واحسن الجوان اللي جت من الفرق كلها النهارده بعد النقل الكتير والزيادات العدديه بتحصل. فالباكات بتاعتنا اليمين والشمال اطلعوا هجموا وساندوا، وما تعملش الاوفر وخلاص، اعمل الاوفر اللي انت شايفه للناس اللي جايه من الخلف. فكل الكلام ده اللي احنا بنقوله اللي هي التمنيات، اللي هي الخبرات اللي احنا بنشوفها، احنا قاعدين على الكراسي وانتوا في المعركه صح. بس دايما المعركه بعد 5 دقائق بتبقى انت صاحب القرار والمتعه لنفسك حتى. يعني انا بقول لعيبه مصر انزلوا اتمتعوا، طلعوا الكره اللي عندكم، انتوا ما حدش اختاركم الا لما انتوا. بشوف انا صلاح محسن ده بياخد الكره على صدره في اياكس ويروح لففها، ابص الاقيها في الجول هناك في المقص. يعني انزل اعمل كده في الماتش ضد غانا، اعمل يعني في حاجات علامات في اللعيبه جوه. ماتش اياكس والاهلي عشان بس ما حدش يتوه مننا، بنتكلم على صلاح محسن. في حضرتك بتتكلم على صلاح محسن في ماتش اياكس اللي كنا في صح اعتزال صح انت بتراجع مع لا انا براجع لا بقول لك في اداء معين للعيب ده مميز جاب جول في اياكس عشان كده احنا هو الراجل ده بورت الضوء ومختارينه عشان كده كان اول من اغلى اللعيبه اللي كانت موجوده في مصر صح. لما تشوفه في الدوري قبل كده بيشوط من اي حته وبيصلح لنفسه صح. انما لما بيجي في النادي الاهلي ما هو في بقى 50 صلاح محسن ها صح. لازم يحارب بقى ويدي فيطلع صلاح محسن في المنتخب بتاع شوقي ومنتخب حسام بدري، الراجل عليه العين والرؤيه والرهانات كلها. فخلي اللعيبه تلعب، فكوا نفسكم خلاص، ما عندكوش فرصه ثانيه او لغه ثانيه غير ان انتوا تتفرجوا كويس قوي، واليومين الثلاثه اللي قبل الماتش ده نعيش ونركز ونكسب. وانس انك كسبت خلاص انت هتلاقي بتطلع كوره انت بتحلم بيها. هو ده يعني كابتن الهدف اللي حضرتك بتتكلم عليه. بص الجون عامل ازاي من على 18 يعني بيلعب مع هو كان ب 42 مليون ها الراجل اللي هو خد منه كرة بصدره ده يساوي بتاع 300 مليون جنيه مصري او 400 مليون جنيه مصري واقف جنبه. فاللاعب المصري عنده امكانيات، كل ما بيثق في نفسه بتدي له التدعيمات ها تلاقي عنده ذخيره من الاداء. يعني مش هقول لك اتفضل بص هدف تحفه. بص وبعدين انا طبعا يعني انا سايب كل حاجه ولا احسن ولا احسن بيفكرني بصامويل ايتو كان على طول طق ويروح مترجم. لو كان اتاخر ثانيه كان المدافع هيحط رجليه الفكر وهو جاي له يا عم. طبعا حسام غالي كابيتانو، وادي حسام غالي كمان بيعمل لكم بص التكوف بص التكوف طيب ده بطل ليه كمان. طيب انا مش عارف هل كابتن شريف حضرتك كونت رؤيه عن مجموعه منتخب مصر؟ هل شايف ان هي مجموعه بنفس الاسامي اللي موجوده فيها مالي غانا الكاميرون؟ اسامي اكيد قويه، لكن هل الاسامي على مسمى اللعيبه اللي موجوده ولا مجموعه عاديه جدا جدا بعد الكلام والصخب الكبير والتهويل وكل الكلام اللي احنا قريناه وسمعناه وشفناه ده؟ هل مجموعه فعلا قويه ولا مجموعه عاديه؟ لا قوية جدا، قوية جدا، المجموعتين قويين جدا. طب هل أنهي مجموعة شكل خادع أقوى؟ خد بالك شكل خادع. طب أنهي مجموعة أقوى يا كابتن؟ مجموعة منتخب مصر ولا المجموعة الثانية اللي فيها نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا؟ بعد ما أنا كسبت أول مباراة دي المجموعة الثانية هي أقوى. أقوى صح؟ بيني وبينك يعني هناك في زامبيا دي هتتفرج ما أعرفش عاملة إيه مع جنوب أفريقيا دلوقتي. دول من دي من الفرق اللي مش سهلة يعني. 0-0 دي 57 الشوط الثاني بقى. هنشوف يعني. وجنوب أفريقيا لعب معانا تراي ماتش هنا الحقيقة نقلوا كورة سريعة مبهرة الحقيقة يعني. وكانوا بيتمنوا ان هم يكونوا مع مصر ان شاء الله في النهائيات يعني. فأنا شايف المجموعة الثانية مجموعة قوية جدا. شايف ان انت مصر بالنسبة لك دلوقتي من تعادلين او من مكسب اول مباراة الجاية اللي هي بتاعت غانا يخليك يعني قاعد مستني بفارغ الصبر
الدور اللي بعده. كان في لعيب في نيجيريا حضرتك كنت سالت عليه برضه، انو باكري المهاجم، محمد نوتا، لا بريت انو باكري، لا ده مهاجم نيجيريا بيلعب في ولفرهامبتون الانجليزي، في موتاري كمان موجود معاهم بتهيألي، بس ده بيلعب في ولفرهامبتون الانجليزي. فتخيل حضرتك لاعب في منتخب اولمبي اكيد لما يكون محترف في اقوى الانديه واقوى الدوريات الموجوده في العالم اعتقد بتفرق معاه في الملعب وبتفرق مع منتخب نيجيريا، بس مش مفاجاه ان منتخب نيجيريا يخسر من كوت ديفوار، ولا حضرتك نتيجه بالنسبه لك عاديه؟ بص هو اسلوب اللعب اللي كانوا مع بعض، يمكن كوت ديفوار كان عنده استحواذ اكتر من نيجيريا، نيجيريا كانت معتمد على حاجتين، اللونج باس اللي انا كنت بكلمك عنه اللي هو ما ينفعش في الكره الحديثه دلوقتي انك انت على طول بتعمل كرات عاليه على الطريق الشكل الانجليزي، يمكن المهاجم اللي انت بتكلمني عنه ده متعود على الشكل ده في الدوري الانجليزي، فكان وعندهم حاجه ثانيه نيجيريا ان هم عندهم فكر التصويب، فكان في اول هاف تايم بيصوبوا كتير جدا على الجول من اي حته، فعايزين يكتسبوا المباراه او يخشوا جوه المباراه او يسرعوا المباراه عن طريق تصويبه. فبقت اللغه دلوقتي يا عمر ان الضربات الثابته بقى ليها سعر كبير جدا. شفنا كاميرون جاب الجون شكله عامل ده عالمي عالمي يا كابتن، ده بتنشف بالايد، محطوط بالايد، حاجه ما ينفعش حتى لو جون واقف تحتيها مش هيعرف يطلعها يعني. الفكر بتاع الضربه الركنيه بقى في ضربات ركنيه بتتلعب بشكل عالمي دلوقتي، بيخلص مباريات تلاقي كل الدوريات الانجليزي والدوريات الكورنر دلوقتي بقى عامل زي الضربات الثابته اللي هي زي ضربات الجزاء اللي على خط 18، ما بقاش كورنر، صح، بقت حكايه ثانيه خالص وتحركات ثانيه خالص بالنسبه للمدربين اللي هم بيستغلوا قوه اللعيبه اللي عندهم او مهارات اللعيبه اللي عندهم. فالكره كلها بتتغير، الدنيا كلها بتطلع للاحسن، انما يعني هرجع لمنتخبنا احنا يعني ربنا يوفقهم ان شاء الله، لان قدامهم زي ما انت بتشوف بتقول لي مهاجم ساوثهامبتون ومهاجم الراجل بيلعب في جينوا ولا في ايطاليا فعشان كده بقول لك قد ايه اللاعب المصري لعيب محترف، لعيب عنده من الكوره العالي، كل اللي محتاجه ان اللعيبه تقرب من بعض، وزي ما هم عندهم الجلد والثبات ده وبيبصوا لبعض وبيشوفوا بعض خلاص ما عندهمش مشكله في اي حاجه، لان بشوف اللاعب المصري يقدر يرقص اي حد، صح، يقدر يعدي من اي حد، صح، لو عنده الثقه ويكمل ويلعب كورته هتلاقي نفسك انت حتى وانت بتتفرج مبسوط، مبسوط صح ومستمتع، هتنبسط بيه طبعا، وهتلاقيه بينقل الكره من خط لخط، ومفيش كره في العالم من غير ترقيص ومن غير سرعه، عمار حمدي تاني كره من باك رايت لغايه جوه فيها شبه ضرب الجزاء، صح، انا بتكلم يعني بعد ما بتتفرج بنبقى بتشوف احساس حتى الناس وهي قاعده جنبك، بقول والله الفرقه عامله مجهود، الولاد كويسين، الله ده بس يركزوا بقى، ابتدوا يتفاعلوا مع الناس، ركزوا في الفينش، ركزوا يعني، عشان كده انا بقول لك ان شاء الله بضمن الماتش الجاي الاستاد كله باذن الله يبقى مليان، ويسهلوا لهم حكايه التذاكر دي يا عمر، صح ان شاء الله، حكايه تذكرتي دي تبقى سهل على الناس، لان الناس برضو الفان اي دي والحاجات دي. كابتن شريف بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا، الوقت جري بسرعه جدا جدا، ما حسيناش بالوقت، لكن طبعا يا كابتن شريف بستمتع من قيمه حضرتك وكلامك وتحليلك يا كابتن، كل التوفيق يا عمر، بشكرك وكل التوفيق لمنتخبات مصر الكبيره والصغيره ان شاء الله، ربنا يخليك. طبعا وصلنا مع حضراتكم لنهايه الفقره الحواريه الاولى مع واحد من نجوم النادي الاهلي الكابتن شريف عبد المنعم، هنروح للفقره الحواريه الثانيه ولكن بعد الفاصل مع واحد من نجوم مصر ونجوم نادي كاس سنه الكابتن شاكر عبد الفتاح، خليكم معانا. حضراتكم من جديد ولسه مكملين معاكم في الاهلي الليله في الفقره الحواريه الثانيه مع واحد من نجوم مصر ونادي كاس سنه كابتن شاكر عبد الفتاح. كابتن شاكر برحب بحضرتك. اهلا بك كابتن عمر. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله بخير. كله تمام؟ الحمد لله. اكيد طبعا بطوله افريقيا شغاله، وزي ما سالت الكابتن شريف عبد المنعم على رايه الفني، اكيد طبعا راي حضرتك الفني مهم جدا، وتكلمني بشكل كده عام عن اداء منتخب مصر وفرص حظوظه في الصعود ان شاء الله، واداء منتخب مصر بعد مباراته امس امام المنتخب المالي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني المباريات الافتتاحيه دي دايما بتبقى ليها ظروف خاصه، تمام، وطبعا اذا حبينا نتكلم على الاول، دايما الجمهور المصري دايما او المشاهد المصري بتبقى عنده رغبات انه ايه يتفرج على كوره ويستمتع بيها والفرقه تكسب. ظروف المباراه بتختلف، وانا ممكن ابتدي من عند ما اتكلم بيه كابتن شوقي غريب امبارح بعد الايه المباراه. كابتن شوقي قال ان هو اتفرج وفرج الفرقه على مالي يمكن اكتر من 10 مرات، صح، دي يمكن عشان نقول الشكل اللي هو مش عاجب
الناس او بيقولوا الاداء ما كانش على المستوى اللي كان مطلوب. فرقه مالي او مالي بصفه خاصه من الدول اللي بتتطور في كره القدم. الفرقه دي لعبت نهائي طلعت ثالث كاس العالم للشباب. فالكره متطوره في مالي. كون ان هم قعدوا اتفرجوا 10 مرات على الفرقه وممكن شافوها في حالات كتير ممتازه، دي يمكن كانت الى حد ما فيها زياده من الشحن المعنوي على اللعيبه. وبالتالي بقت بتلعب انت اول مباراه اللي هي الافتتاح بتلعبها مع مالي، فرقه من الفرق المرشحه. شيء طبيعي دايما المدرب بيحاول الافتتاح انه يكون جيد يكسب فيه، ما بيهموش الى حد ما الشكل او الاداء اكتر من ان هو ياخد الثلاث نقط. فاعتقد ان الكابتن شوقي كان واقعي في تعامله مع المباراة. بس ده طبعا ما يكونش، نرجو انه ما يكونش هو دي سمة للفرقة، لان في الشوط الثاني بصفة خاصة يعني كانت الحيازة كلها والسيطرة الميدانية كلها مع فرقة مالي، وكان ممكن يوصلوا للتعادل. طبعا كون ان كان في شحن معنوي الى حد ما خلى اللعيبة عندهم حذر شديد قوي مشوب بالخوف الى حد ما. وبالتالي كانت الفرصة كبيرة قوي لمالي في انها تسيطر في الشوط الثاني بصفة عامة، وان كانت معظم المباراة هي مسيطرة، لكن حماس اللعيبة إرادة اللعيبة داخل الملعب واضح ان هم برضو اعدوا الاعداد النفسي في ان هم تبقى عندهم إرادة عدم الخسارة. دي نمرة واحد. وبالتالي حتى يمكن نلاحظ ان واحد زي رمضان صبحي كان يمكن هو مهاجم بصفة خاصة، لعب أكتر وقته كان بيساعد في الناحية الدفاعية. ده بيدي مؤشر على إن اللعيبة عندها إرادة في إن إحنا نخرج من الافتتاح بشكل كويس، وعلى الأقل يهمنا الثلاث نقط قبل أي شيء تاني. طبعًا إننا بالأداء دوت أو بالشكل ده نتمنى انه ما يكونش هو ده مستوى الفرقه. زي ما بنقول انها المباراه الافتتاح بتبقى ليها ظروف خاصه، بتلعب فرقه بمستوى ممتاز مرشحه من ضمن المرشحين للبطوله، ومعانا فرقتين اقوياء جدا الاخرين اللي هم غانا والكاميرون. فانت هتلعب الماتش الاولاني وما تعرفش الفرقتين التانيين هيعملوا ايه. فبقى الحذر هنا فإن لا قدر الله لو كنا اتغلبنا يبقى أنت بتخرج خالي الوفاض في أول مباراة، مضطر هنا في المجموعة دي إنك المباراتين المتبقيتين لازم حتما عشان توصل للدور الثاني إنك تكسب المباراتين. لكن بعد الفوز أصبحت فرصتنا إحنا كبيرة، وخاصة إن المباراة الثانية الكاميرون وغانا اتعادلوا 1-1، فأصبحنا إحنا أول المجموعة. غانا هتلاعب مالي، كاميرون هيلاعب مصر، فأنا بقت فرصتي أكبر في وسط الأربع فرق. لكن لا قدر الله لو حصل غير اللي حدث إمبارح كنا إحنا هنفضل متساويين معاهم، ما كناش نبقى فرصتنا لعندنا الأولوية. ويمكن الكابتن شوقي غريب برضو كان بيتكلم بواقعية بعد المباراة أيضا، وقال يعني أنا كان بيهمني المكسب قبل الأداء بشكل كبير بحكم أن مباراة الافتتاح بتبقى ليها خصوصية. وزي ما هو قال برضو بنكرر تاني هو اتفرج 10 مرات واللعيبة معاه، فأحيانا الفرجة كتير بتدي إيحاء للاعبين إن الفرقة دي خطيرة جدا،
فبيبقى الحذر بيتحول الى حد ما الى شيء من الخوف في الملعب. لكن اللعيبه طبعا بتاعتنا من اللعيبه الجيدين، كلهم بيلعبوا في انديتهم سواء في الزمالك او في الاهلي او في انبي او في سموحه، كلهم او الاسماعيلي على لعيبه على مستوى كبير، محترفين، ما هماش مش محترفين، لعيبه بيلعبوا دوري ممتاز، انديتهم بتعتمد عليهم. فاعتقد ان شاء الله فرقتنا هتكون افضل في المباريات القادمه، لانها الى حد ما عندها محصله بتعتمد عليها، وان كان هناك اخطاء طبعا فنيه قال عليها الكابتن شوقي امبارح. يعني الراجل طبعا كمدرب عارف وشايف فرقته كانت بتلعب ازاي وايه السلبيات وايه الايجابيات، وقال ان احنا هنعمل على تحسين الاداء ودراسه الاخطاء او السلبيات ونحاول نتجنبها في المباريات القادمه. طيب كابتن شاكر، لو سالت حضرتك برضه بشكل عام عن المجموعه، حضرتك تابعت لقاء الكاميرون وغانا، الكاميرون تقدمت 1-0، غانا تعادلت 1-1، وغانا خرجت يعني موقف احسن، اكيد طبيعي غير لما كانت تخرج صفر، يعني التعادل افضل من الهزيمه. لكن هل حضرتك كونت فكره عامه عن المنتخب، عن المجموعه بشكل عام، وازاي ممكن منتخب مصر يواجه غانا المباراه اللي جايه، وهل غانا منافس قوي وشرس ممكن يهدد خطوره للمنتخب، وان اول مباراه مش مقياس ابدا بالنسبه لينا كمصريين واحنا بنتفرج على ماتش كاميرون وغانا؟ هو شيء طبيعي، يعني غانا من الفرق كويسه، غانا بصفه عامه كدوله من الدول المنافسه في افريقيا بشكل في كل الاعمار، في على كل المستويات. غانا هي ثاني دولة أفريقية بعد مصر في الحصول على البطولات الأفريقية. عدد اللعيبة المحترفين في أوروبا بره معظمهم من غانا، وبعدد كبير جدا. فغانا من الدول القوية كرويا. المجموعة بصفة عامة سواء غانا أو الكاميرون أو مالي، الحمد لله خلصنا منها، كلهم بيتميزوا ب البنية القوية، العنف في الأداء، بيلعبوا ما عندهمش يعني، لأن معظم اللعيبة بتلعب في أوروبا بتفضل بتلعب مع نهاية المباراة بصفارة الحكم. يعني غانا امبارح مغلوبين، بيلعبوا بسيستم معين بيحاولوا يطبقوه في الملعب لحد آخر دقيقة، ونفس الوضع الكاميرون. دي السمة بتاعت الفرق القوية اللي هي معانا في مجموعتنا، بيلعبوا مش من الفرق اللي هي ايه بلغة الملاكمة ان هم رموا الفوطة صح بعد جول او اتنين، لا بيفضل يلعب للنهاية وعنده الامل. افتكر لما غانا هتيجي تلعبنا، وده ممكن يكون في مصلحتنا، لان غانا من الفرق اللي هتقعد تلعب لحد اخر وقت. يقولك انا هلعب مصر في ملعبها، مصر عندها ثلاث نقط، اعتقد انه هيحاول بقدر المستطاع انه ما يتهزمش من مصر. في هذه الحاله هيبقى عنده نقطتين، ده لو اتعادل صح، نقطتين لسه بيبقى مديله الامل الكبير لاخر مباراه امام مالي، لاخر مباراه امام مالي، وخاصه ان مالي هتلاعب الكاميرون. طب رايك يا كابتن في ماتش المالي والكاميرون، هل حضرتك شايف ان فرصه مالي يعني هتكون قوية بعد الخسارة من منتخب مصر، ولا الكاميرون هو اللي عنده الدافع الأكبر بعد ما خرج بنتيجة إيجابية قدام غانا؟ هو برضو يعني موقف الكاميرون صعب مشابه زي مالي، مشابه لموقف غانا، بس مالي وكاميرون يعني مش فارقة كتير، مش زيهم زي بعض، ده صفر وده نقطة زيهم، بس ده عنده نقطة برضو. الكاميرون بيسعى بقدر المستطاع انه يفوز، انه يفوز على أساس ان آخر مباراة عنده هتبقى مع مصر، فبرضه ما يعرفش حظوظه ممكن تبقى فيها صح ايه، وده هو بيتوقف على دايما هل مصر وغانا هيلعبوا الاول والنتيجه هتبان، ولا مصر وغانا هيلعبوا الماتش الثاني. لو مصر وغانا هيلعبوا الماتش الثاني، الماتش هيبقى صعب قوي على مالي وعلى الكاميرون، وان كان مالي ما قدموش غير فرصه الفوز عشان يلحق يخش ضمن الثلاثة التانيين اللي هم ممكن يبقوا
مرشحين. هتبقى هنا في الحالة اللي زي دي الحسابات متشابكة. لأن الأربع فرق أقوياء. فهنا برضو بيتوقف على مباراة مالي والكاميرون هتبقى الأول ولا هتبقى المباراة الثانية. برضو دي بتختلف. أما بتبقى عارف نتيجة المنافسين بتبقى أفكارك وأدائك والدوافع بتاعة اللعيبة والمدرب بتختلف. وده يمكن اللي كان سبب من الأسباب الرئيسية في أداء منتخبنا امبارح، إنك أنت مش عارف الفرقتين التانيين هيوصلوا لإيه، وعايز من البداية أخد الأولوية في إن أنا أفوز بالثلاث نقط. لكن زي ما بنقول كان ممكن أو كان في أكتر من فرصة في الشوط الثاني بالذات مع مالي كانت ممكن توصلهم للتعادل. لكن واضح إن أداء مالي في الشق الهجومي مش قوي، ما عندهمش الحلول الكبيرة، وخاصة إن هم بيقولوا إن في أربعة من لاعبتهم أو من أحسن اللاعبين اللي عندهم في أوروبا ما جوش معاهم، مدين فرصة لناس تانية، وبالتالي يمكن ده مأثر معاهم في الناحية الهجومية رغم السيطرة الكبيرة والفرص اللي أتيحت ليهم امبارح. لكن برضو الحمد لله ما قدروش يوصلوا للتعادل. مجموعة تانية يا كابتن شاكر، رأي حضرتك فيها ايه؟ المباراة الأولى ما بين كوتيفوار ونيجيريا انتهت بفوز كوتيفوار 1-0. بصراحة يعني ممكن نقول ان هو عكس المتوقع، ان ممكن منتخب نيجيريا في مرحلة الناشئين ممكن يكون حظوظه أكبر شوية من كوتيفوار، لكن كوتيفوار واضح ان هم بيتطوروا زي ما مالي متطورة وبدأت تتطور في كرة القدم. لكن كوتيفوار كسبت 1-0. مباراة حاليا ما بين زامبيا وجنوب أفريقيا، المباراة يعني بنتكلم في تعادل سلبي ما بين الفريقين، بنلعب في الدقيقة 80 ومتبقي 10 دقائق. وجنوب أفريقيا بعد الأداء اللي قدمته أمام منتخب مصر في المباراة الودية، يعني قلنا عليه منتخب قوي، واضح ان هو منتخب زامبيا كمان منتخب قوي وقادر ان هو يكون في تنافس ما بينه وما بين منتخب جنوب افريقيا. راي حضرتك سريعا لو حتى يعني تقول لي ملاحظاتك على المجموعه الثانيه، هل ترشح مين فيهم؟ هل المجموعه اقوى من مجموعه منتخب مصر، ولا المجموعتين كل واحد عنده ميزاته وعيوبه؟ لا هو طبيعي يعني كل ان دول الثمان فرق اللي وصلوا للنهائيات يبقى بنسبه 90% على الاقل دول اقوى 8 فرق في القاره الافريقيه 23 سنه. وكوت ديفوار الكره فيها متطوره وعلى مستوى عالي، زامبيا نفس القصه، جنوب افريقيا ونيجيريا. يعني يمكن تعتبر زامبيا هي رابعهم، لكن الثلاثه التانيين نيجيريا جنوب افريقيا كوت ديفوار ما يقلوش في القوه أو في الأداء عن الأربع فرق التانيين بتوع المجموعة التانية. وأعتقد يعني فرص أو حظوظ كوت ديفوار بعد فوزه على نيجيريا بقت حظوظه كبيرة، لأن هو كده عدى عقبة كبيرة شديدة شوية، أو يعني أصعب مرحلة أو أصعب فريق في المجموعة، وبرضه دي مباريات البداية. فبرضه حظوظه زي حظوظ مصر داخل المباراة الثانية وهو معاه ثلاث نقط. يمكن أسهلهم زامبيا، فممكن يكون بيعتمد على كده، وخاصة إن أثناء ما يكون هو بيقابل زامبيا هتكون نيجيريا بتقابل جنوب أفريقيا، فبتبقى حظوظه بقت أكبر دلوقتي، وخاصة إن هو فاز. نفس القصة عندنا، يعني الظروف متشابهة. إحنا كسبنا هنلاعب الكاميرون، هنلاعب غانا، والكاميرون هيلاعب مالي. فنفس القصه مع الفارق ان مالي خسران والكاميرون متعادل، فعنده نقطه، فعنده حاجه الى حد ما بتسنده. فالمجموعتين اعتقد متقاربين في القوه، متقاربين في المستوى الفني. احنا يمكن الفرقة الوحيدة اللي في الثمان فرق اللي مطلوب مننا عدم الاحتكاك الكتير،
لان هم بيلعبوا بعنف وبقوه شديده جدا، فكلما استخدمنا الكوره بعيد عن المنافس بشكل اسرع برؤيه واضحه، هنا مش هيبقى فيه الاحتكاك الكتير. واحنا يمكن من حظنا او من حسن حظنا ان اللعبه الوحيده اللي اتعملت عرضيه وكان مشترك فيها مدافع هو كان اقصر مدافع في فرقه مالي اللي هو اشترك مع مصطفى محمد الراجل الباك الشمال اللي هو ابو شعر اكرم. باك شمال ولا باك يمين؟ او الباك اليمين ابو شعر اكرم، بس باك شمال. باك شمال صح، لان هو اللي كان مغطي التغطيه العكسيه رقم 12 صح. فالباقيين لو تلاحظ وعملت احصائيه على كل كره اتعملت بالعرض او كور عاليه كانت لعيبه مالي بحكم الطول، طول طبعا، وبحكم ان احنا كان العدد بتاعنا هجوميا دايما قليل، مفيش غير مصطفى محمد، وده كان طبعا بسبب ان الطرفين الهجوميين باستمرار كانوا بيسقطوا كتير قوي عشان يدافعوا مع لعيبه نص الملعب. فطبعا الاحتكاك والكور العاليه مش في صالحنا مع الفرق دي. كابتن شاكر، دايما يعني المحللين والنقاد وكل من هو يتكلم او يتحدث عن مباراه كره القدم بيتكلم دايما عن صعوبه البدايات في المباراه الاولى. ليه دايما المباراه الاولى في اي بطوله سواء بطوله الدوري او بطولات مجمعه زي بطولات افريقيا، ليه المباراه الاولى بتكون صعبه؟ يعني اشمعنى المباراه الاولى اللي بنقول لو عديناها بنتيجه ايجابيه تفتح لنا يعني مفتاح تاهل او مفتاح صعود او مفتاح في المشوار اللي احنا بننافس عليه على البطوله، ليه دايما المباراه الاولى هي بتكون مشكله؟ على اساس انك انت المجموعه اللي بتلعب فيها انت البدايه جايه معاك. انا بتكلم يا كابتن بشكل عام بصفه عامه طبعا. انا بتكلم على كده البدايه بيبقى فرقتين بيلعبوا ما يعرفوش نتائج الفرق التانية لسه. فهو بيبقى ده هاجس جواه مش عارف ايه اللي هيحصل بعدين، فبيبقى الى حد ما في شيء من التوتر شويه، الشحن، الجماهير، وخاصه اما بيكون اللي بيلعب المباراه الاولى هو صاحب الضيافه في كوت ديفوار ونيجيريا. هم الاثنين غراب يعني، هم الاثنين غراب. انا جاي لك بس الاثنين التانيين ما يعرفوش الفرقتين التانيين، ما بيلعبوش في توقيت واحد. فده برضه بيبقى عامل لهم ايه؟ شيء من التوتر. احنا يعني زي ما قلت لك ان الكابتن شوقي غريب قال في تصريحه ان انا اتفرجت 10 مرات على الفرقه وخليت الفرقه او منتخبنا اتفرج هو كمان العشر مرات. من وجهه نظر الشخصيه، وجايز ممكن تكون صح ممكن تكون غلط، دي طبقا للايه؟ لتركيبه الشخصيه ونوعيه اللعيبه اللي معاك. قد يكون دوت اداهم شيء، اتفرجوا على مالي في اداء ممكن كان اكتر من ممتاز في اكتر من مناسبه، يمكن ده اداهم شيء من الحذر الشديد اللي مشوب بالخوف. يعني حتى يمكن الكابتن شوقي في كلامه قال ان مالي بتلعب كرة كويسة وسريعة وده احنا شفناه، فانا فضلت ان انا ما اديهمش اي مساحات في الملعب، وخاصة في التلت المؤثر اللي هو التلت الدفاعي بتاعنا اللي هو التلت الهجومي بتاع فريق مالي. عشان كده كان عامل الاسلوب الدفاعي اللي هو فعلا كان بنسبة كبيرة كان ناجح في الشوط الاولاني. الشوط الثاني يمكن حصل شيء من الابتعاد ما بين الخطوط وبعضها، خصوصا خط النص مع خط الهجوم، تأخر المهاجمين كتير الطرفين بالذات. طبعا إصابة أحمد حمدي برضو دي ما كانتش في الحسابات أكيد طبعا. فجأة حضرتك بتتكلم على ناصر ماهر، على ناصر ماهر قصدي، سوري، اما ناصر ماهر وقع على كتفه. ايوه دي فرقت كتير، لان ناصر ماهر هو اللي المفروض اميز اللاعبين في ان هو حلقه الوصل مع المهاجمين بصفه خاصه في عمليه المراوغه، التقدم بالكوره، انه بيكسب ارض في الملعب. فخسرت نوعيه من دي، بالرغم من ان برضه عمار بيمتلك نفس الايه الميزه، بس يمكن
اسمه ايه؟ نسيت اسمه. رمضان؟ لا مش رمضان. طب قول لي بيلعب فين وانا كده. اللي اصيب. ناصر ماهر. ناصر ماهر عشان خاطر لعب كتير قوي السنه دي فيمكن جاهزيته الى حد ما. بس يا كابتن اصابه ناصر ماهر اصابه يعني ليها علاقه بالعظم او ليها علاقه بتدخل عنيف من جانب لاعبي منتخب مالي امبارح دخل فيه دخله كده في الهواء خلاه يقع على دراعه. خلى توازنه طبعا فنزل على دراعه. حصل له مشكله في كتفه فدي اللي هتبعده. الاحتكاك مع الثلاث فرق اللي معانا بس بس كابتن ناصر ماهر احنا حضرتك نوعيه ناصر لاعب مهاري فدايما احتكاكه بيكون مع لعيبه حتى في الدوري المصري ما بيكونش بشكل مستمر فعشان كده امبارح هو حتى كمان في التدخل دخل يعني مش قوي قوي بنفس قوه لاعب مالي واحتكاكه حتى في الملعب صح ما بيبقاش دايما احتكاك هوائي صح صح احتكاك ارض فهنا مهارته بتخدمه في ان هو يتخطى لاعب او اتنين ونستفيد منه فاصابه ناصر ماهر برضه فرقت مع الفرقه الى حد ما ساعات بيبقى المدرب عامل سيناريو بعد نص ساعه ممكن هيحصل ايه الشوط الاولاني خلص هيحصل ايه الشوط الثاني ممكن اي احتمالات هعمل كذا هعمل كذا بس دي كانت بدري قوي اصابه ناصر ماهر فدي برضو فرقت معانا الى حد ما لكن قصة ان المباريات الاولى دي دايما بتبقى نمرة واحد لان انت بتبقى مجهول بالنسبة ليك الفرق اللي هي في المجموعة اللي معاك بدل ما هتلعب بعديك لكن بعد ما بتلعب المباراة الاولى يعني احنا مثلا في سنة 86 في بطولة افريقيا اول ماتش خسرناه اول ماتش خسرناه قدام السنغال وطبعا كنا تاني ماتش هنلاعب كوت ديفوار صح كوت ديفوار الناس كلها وكسبنا في اخر ربع ساعه اعتقد كسبنا في اخر ربع ساعه يعني كل الناس بقت ايه متخيله كوت ديفوار بقوتها ديت واللعيبه اللي كانت عندها والكلام ده كله ده احنا هنخسر لكن كسبنا كوت ديفوار وخدنا البطوله كان ساعتها المدرب الانجليزي مايك سميث وكان معاه الكابتن شحت الله يرحمه انا مذاكر يا كابتن كويس طبعا ابن الوز عواد حبيبك كابتن شاكر طيب يعني كابتن شاكر ان شاء الله مباراه غانا اللي جايه نتوقع ان شاء الله ممكن نكون اول المتاهلين الى دور قبل النهائي ان شاء الله انا اعتقد لان غانا برضو الى حد ما من الفرق اللي بتلعب كوره فاحنا كوره قدام كوره ايوه فانت لما بتلعب مع فرق عندها كوره عاليه بتلعب معاها طب هل الكرة الأفريقية بقت يا كابتن كلها كورة ما بقاش تعتمد على اللياقة البدنية والقوة الجسمانية يعني 10 15 سنة كنا بنشوف الكرة الأفريقية بالنسبة لنا كانت قوية جدا وإن المهارة كانت قليلة كنا ممكن نلاقي لاعب أو اتنين هم اللي عندهم المهارة لكن دلوقتي في 2019 كرة القدم الحديثة والمتطورة مع كثرة احتراف اللعيبة الأفريقية وكثرة إنشاء مدارس كرة قدم في أفريقيا طورت من اللعيبة الأفريقية فخلت عندهم مهارات واحتراف بدري فده فرق معاهم فهل ده فعلا صحيح ولا لسه الجانب البدني طاغي على الجانب المالي في افريقيا لا بقى في فارق كبير قوي الكره الافريقيه دلوقتي عن الكره الافريقيه زمان زي ما تفضلت مراكز التكوين اللي عملتها الانديه الاوروبيه في افريقيا بقت بتروح يتاسس اللعيب بدري او المواهب اللي عندهم يعني تلاقي الارسنال مش عارف في غانا بس كابتن الغريب ان بنلاقي انديه يعني مثلا المانيا لما حبت تنشئ نادي كان في السنغال ونادي اسمه ماينز فماينز ده كانت بدايه ظهور ساديو ماني فبرضه حضرتك كابتن مش انديه قويه مش البايرن مش بروسيا دورتموند مش فرانكفورت فحتى كابتن الانديه الصغيره عينيها حتى على المواهب الافريقيه ايوه ما هو ابتدوا يعملوا انديه باسمائهم هناك صح ومراكز تكوين هناك صح بس في حاجه تانية عملوها الموهبه الفذه قوي ما بيسيبوهاش هناك على طول بتسافر على طول واخدها شاحنها يبقى هناك يعني 15 16 سنه بياخدوا مع مراكز التكوين بتاعتهم هناك يعني شوف باريس سان جيرمان اللون الاسمر قد ايه هناك في فرنسا صح معظم الفرق ابتدت تاخد المواهب اللي هي ايه الطفره هتحصل عندها بدري وممكن يشارك مع الفريق الكبير يعني برشلونه عندهم لعيبه عنده 16 سنه
من غينيا بيساو وتخلى عن الجنسيه وحصل على الجنسيه الاسبانيه، شارك مع منتخب اسبانيا الاول والشباب لوفاتي ده. بيلعب بمنتهى الجرأه ومنتهى الثقه وكل حاجه، يعني اي لعيب تاني هتجيبه وشايف جنبه ميسي في الملعب وجريزمان هيجري لوحده يعني، هتلاقيه عمال يجري طول الماتش. فطبعا الكره الافريقيه تطورت لان ابتدى الاسلوب العلمي السليم، ابتدى الفكر بتاع اللاعب الافريقي يتطور من مرحله لمرحله، الفكر التكتيكي داخل الملعب ابتدى يتطور، اللعب والاداء الجماعي ابتدى ياخد شكل افضل بكتير، اختلفت تماما عن انك كنت بتعتمد على النجم الاوحد كمهاجم او لعيب في نص الملعب وبتعتمد عليه اعتماد كلي وجزئي، والمدافعين والناس دي كلها بتقعد بقى تخبط بتعتمد على القوه البدنيه وعلى السرعه وعلى الجري. فبتلاقي كان ساعتها الفكر والاداء الجماعي والتكتيكي هو اللي بيبقى متغلب عليهم في الحالات اللي زي دي. هم اصبحوا دلوقتي خلاص اختلفوا كليا وجزئيا. الاعداد البدني او الحاله البدنيه بصفه عامه هي الوقود الاساسي اللي بيساعده على الاداء المهاري. صح. يعني انا عايز في كوره بيني وبينك، الاسرع فينا هو اللي هيوصل لها الاول. ده حقيقي. اللي عنده رده الفعل السريعه الاشاره هتجيله للجهاز العصبي هيتحرك قبل التاني. فاذا العنصر البدني هو اساسي لان هو المحرك واللي بيساعد على تنفيذ الاداء المهاري. التحرك بقى في الملعب اللي هو الفكر التكتيكي، تحرك بكوره والتحرك من غير كوره، انا معايا الكوره هعمل ايه، بعد ما بلعب الكوره هعمل ايه، مش هلعب الكوره لعمر واقف اتفرج عليه. دور اللاعب بيبتدي بعد ما بيتخلص من الكوره عشان هيساعد زميله، هيعمل له مساعده، هيتحرك يفتح له مجال تاني، هيتحرك عشان يبقى الفرقه كوحده واحده. كل ده ابتدى في الفرق الافريقيه يبقى ظاهر، بدليل مع احترامنا طبعا لكل فرقنا العربيه الافريقيه. ايوه لحظه بس عشان انا كنت مستني حضرتك تخلص عشان مش عايز اقاطع حضرتك عشان وقتنا بيجري، وعايز اسال حضرتك سؤال. حضرتك طبعا عندك خبره كبيره جدا في الكره العربيه لكن في الامارات، لكن الكره العربيه شمال افريقيا اين هي؟ ما انا بقول لك اهو، بدليل ان حصل التطور ده تاكيد للكلام اللي انا بقوله، ان مصر الوحيده اللي موجوده في وسط ثمان، ليبيا، تونس، الجزائر، ليبيا، المغرب، تونس، الجزائر، مغرب، موريتانيا، ما كل دول كابتن، كل فين دول هم؟ فين هم كابتن شاكر؟ ازاي فرق بالاسامي دي بالتاريخ اللي موجود عندها ما تكونش موجوده في بطوله افريقيا؟ يعني ازاي ما يكونوش موجودين؟ الجزائر لسه واخده بطوله افريقيا للكبار، منتخب الجزائر الناشئين فين هو؟ المغرب المهارات العاليه جدا، منتخب الجزائر، منتخب تونس، منتخب ليبيا. ما هو ده بيؤكد الكلام اللي احنا بنتكلم فيه، ان افريقيا تطورت كرويا بشكل كبير. ما بقتش افريقيا العنيفه اللي بتعتمد على الكر والفر والقوه والسرعه والخبط بدون عقل. صحيح طبعا كانت في دول قبل كده، يعني غانا من الدول اللي هي طول عمرها عندها كوره على مستوى، نيجيريا نفس الوضع، كوت ديفوار في السنين الاخيره، لكن ده بيدل على ان احنا افريقيا العربيه مش مهتمه الاهتمام الكافي عشان خاطر تبقى ليها السيطره او ليها التواجد الكبير. يعني طول عمر البطولات الافريقيه على الاقل بتلاقي مش اقل من ثلاث فرق او اربعه موجودين في اي بطوله من البطولات، سواء على المستوى المنتخبات الكبيره او الشباب او الاولمبي او الناشئين. احنا ملناش تواجد لحد الان، يعني مالي يمكن لعبت في نهائيات كاس العالم الشباب والناشئين، غانا
نفس الوضع. نيجيريا قبل كده، نيجيريا في السعودية لما لعبت دور قبل النهائي مع روسيا وكانت مغلوبة وتكسب في آخر 14 ولا 15 دقيقة روسيا 4، وكانت مغلوبة 3. ففي فرق من الأصل عندهم كورة متطورة، الباقي ابتدى يلحق بالركب الأفريقي. فأفريقيا بقت تعتمد على الأداء الجماعي، بتعتمد على طبعا التكتيك. بدل ما إذا كنت أنا عندي القوة وعندي السرعة وعندي مرونة وعندي رشاقة، يعني العناصر البدنية عندي يعني فطرية حتى في اللاعب الأفريقي، وبعدين طبعا بتطورها له، فمن السهل جدا إنك تطور له فكره وأداؤه الفردي إلى الأداء الجماعي. كابتن شاكر، ليه منتخبات مصر، مش هتكلم على المنتخبات الأولى، هتكلم على منتخبات الشباب والناشئين، ليه دايما ما بيكونش عندنا يعني هدف للصعود إلى أدوار نهائية في بطولات كأس العالم، مع أن الموضوع مش صعب؟ منتخب الناشئين في كرة اليد بطل عالم، منتخب مالي ثالث عالم، منتخب غانا بطل عالم في يوم من الأيام على مستوى الناشئين، منتخب مصر الوحيد اللي حقق اللقب ده هو منتخب الكابتن شوقي موسم 2001. ليه يا كابتن شاكر عندنا أزمة في صناعة كرة القدم على مستوى الشباب والناشئين، في يعني نحن نخرج بطل أو نخرج لاعب عنده كل الصفات الدولية اللي تقدر بعد كده تساعد منتخب مصر الأول في صعودنا لكأس العالم بكل سهولة، ما يبقاش عندنا مشكلة، أو ما يبقاش عندنا يا كابتن ده احنا عملنا إنجاز من 28 سنة ما حققناهوش، ده احنا عملنا إنجاز بقالنا 30 سنة ما عملناهوش. لكن بالشكل ما يبقاش عندنا ناشئين زينا زي البلاد الأفريقية اللي احنا متطورين عنها حضاريا واجتماعيا وثقافيا وفنيا. هو للأسف الشديد أنت أثرت نقطة هي بيت القصيد في كرة القدم في مصر. للأسف الشديد الاهتمام بالناشئين في مصر يكاد يكون منعدم. ممكن أكمل سؤالي بحتة يا كابتن؟ دلوقتي مدرب المنتخب حضرتك عارف أنه مش بيقعد مع اللاعب طول السنة طبعا، فمدرب المنتخب ما يعرفش يعمل إيه، اللعيب بيجي له مرة في الشهر، مرة كل شهرين، فالأساس في الأندية طبعا. صح كابتن كده؟ اتفضل يا كابتن. فمسابقات الناشئين الأول أو اختيار الناشئين للأسف الشديد الاختيارات قد تكون في نادي أو اثنين أو ثلاثة ماشي على أسس سليمة وعلى أسس علمية. تعال بص لبقية الأندية كلها مع احترامي طبعا لكل المدربين أو الأجهزة اللي بتشتغل، الاختيار والانتقاء بيجي إزاي؟ نمرة واحد بيفكروا في فترة الاختبارات هنجيب كام، التذكرة بكام، أنا الأول عايز أدور على الخامة. بيدوروا على يعملوا دخل من الاختبارات الأول. فبيعملوا الاختبارات بشكل غريب. نجيب كورة وجاي لي 500 واحد هتخلصهم ازاي؟ يلا اعمل تقسيمة 5 5 ولا 6 6 ولا 8 8 ايا كان العدد، 10 دقايق ومع السلامة. ما بتشوفش، ممكن تكون في موهبة ما انتش عارف تشوفها. ممكن اسألك سؤال علمي فعلي كابتن شاكر؟ لو سألت حضرتك ازاي اعمل اختبار، انا مثلا نادي الترسانة، حضرتك عايز تختبر دلوقتي شباب صغيرين مواليد مثلا 2008 او 2007، فحضرتك قررت ان انت حضرتك تقود الاختبارات بنفس حضرتك، ايه الشكل المثالي اللي ممكن يخرج ناشئ او يخرج موهبه عنايه تعرف تجيبها وادي له حقه وادي له وقته وما اظلموش بالوقت؟ ممكن يكون مكسوف، ممكن يكون خايف، ممكن طبعا يكون طبعا اول مره يتحط في موقف زي ده. اي بني ادم بيخش في اختبار في اي مجال من المجالات بيبقى عنده شيء من التوتر الى حد ما. ده طفل صغير، فاهم بالك اما طفل جاي وداخل نادي ويعرف النادي ده ليه اسمه وهو بتاعه والكلام ده كله، وداخل مثلا جاي هو واثنين ثلاثه اصحابه، فخايف لا صاحبه يخش هو ما يخشش. طب نعمل ايه يا كابتن شاكر؟ اولا عمليه الاختبار والانتقاء دي ليها اصول. لاعب كره القدم هو عباره عن بنيان وفكر ومهاره صح،
المهارة دي فطرية تمام، أو نقول الموهبة، موهبة. البنيان ده من عند ربنا سبحانه أساسي وتعالى طبعا برضو. الفكر مهم جدا في انك انت لما بتشوف اللعيب وهو في الملعب، في واحد فطريا برضو بيعرف يتعامل مع اللي معاه، بيلعب الكرة، بيتحرك، بيلعب الكرة، مش عارف بيعمل ايه، فبتبتدي تلاحظ عنده الايه، العقلية او المنتاليتي الكويسة. في لعيب ممكن انت تساهم بتطويره في اللعب، ممكن ما يكونش الموهبة الكروية او المهارية عالية قوي، بس في اساسيات. يعني اللاعب لازم يكون بيعرف يمرر الكرة، لان التمرير هو اساس لعب كرة القدم. صح، تمرير ارضية عالية طويلة، ما اعرفش ايه، بجنب القدم، بوش القدم، بداخل القدم، دي حاجات كتير بتختبر فيها اللاعب. دي بالذات بتبقى في سن معين، اللي هم ممكن يبقوا جايين لك بتوع 15 سنة و16 سنة، لان دي مرحلة اذا اخترت فيها لعيبة عندهم الاستعداد بيبقى في تأثير وتطوير من خلال التدريب. انت النهاردة قدرت توصل علميا للاختيار المناسب والسليم لفرق ناديك او للعيبة اللي عندك، هتبتدي تشتغل معاهم بتخطيط سليم، بيبقى هدفك كله تطوير اللاعب والفرقة اللي مع المدرب من خلال برنامج عمل. البرنامج ده بيشمل تطوير بدني ومهاري وفكري ونفسي، دوت بتشتغل على برنامج. لازم تكون عندك إمكانيات، ما بتبخلش على اللعيبة، سواء طبعا احنا الحالة المادية بالنسبة لأي أسرة من الأسر، اللعيب اللي بيجي لك ما بيجيلكش مثلا أثرياء، فبيبقى محتاج إن النادي يساعده ويكون هو اللي بيطوره وبيساعده في الناحية الغذائية، لأن أنا النهاردة مش هجيب اللعيب وأعمل مش عارف إيه وأعمل إيه، وأسيب الجزء المهم جدا اللي بعد الجهد اللي بيبذله ده كله، ما بياخدش القيمة الغذائية اللي هي هتعوضه عن اللي فقده في التمرين عشان يقدر بعد كده يستمر معاك في التمرين اللي بعده. صح، فدي كلها للأسف الشديد مش متوفرة في معظم الأندية. ناهيك بقى عن للأسف للأسف الشديد المجاملات في اختيار مدربين للأعمار السنية. ولما تقعد تتفرج على التمارين طبعا يعني تحزن لما انت بتشوف الكلام ده كله. والشيء بقى الاهم من كل ده الاخر، وده برضو انا بناشد اتحاد الكوره فيه بالذات، ان لازم مسابقات الناشئين العمريه تبقى موحده. صح، انت النهارده مهتم بأربع خمس ست أندية في مكان ما، دول في الممتاز، الباقي سايب مناطق كرة القدم في مش عارف في الجيزة، في بحر، في إبلي، تعمل اللي هي عايزة تعمله. يعني حاجة غريبة جدا، مثلا الترسانة فوجئت بروح أتفرج على الناشئين، لعبوا ثلاث ماتشات وبعدين بقول لهم الماتش اللي عندهم ايه اللي جاي؟ قال لك لا ده خلاص ده الدور الاولاني خلص. طبعا في كرة القدم عشان تعمل لعيب يوصل للمستوى الدولي او يبقى لعيب عضو في المنتخب القومي سواء شباب او ناشئين او درجة الكبيرة، يعني ما بياخدش، يعني زي التعليم. صح، انت النهاردة عايز توصل الجامعة. كابتن شاكر، انا يعني انا مضطر للاسف ان انا اقطع كلام حضرتك علشان يعني الوقت خلص، وانا يعني مستمتع جدا بكلام حضرتك ومش عايز اختم، لكن يعني حضرتك توعدني ان احنا نكون موجودين في حلقه ثانيه ان شاء الله عشان نتكلم على الموضوع ده يعني تحديدا لوحده، لايه؟ لاعداد الناشئين في مصر. يعني حضرتك
قيمة وقامة كبيرة طبعا في كرة القدم المصرية، واحنا بنستمتع وبنستفيد من خبرة حضرتك، لكن سامحنا كابتن شاكر ان انا احنا المهم يعني ان احنا يعني مجرد طرحنا بس الموضوع كده، فتحنا الموضوع لفتنا نظر المسؤولين في موضوع زي دوت، لان الاساس دايما اساس في اي مجال التكوين. صح كابتن، اذا التكوين سليم ابني بقى عليه زي ما انت عايز. بشكرك كابتن شاكر، شكرا جزيلا، ربنا يخلي حضرتك. وصلنا مع حضراتكم لنهايه الفقره الحواريه الثانيه مع نجم مصر ونجم نادي الترسانه كابتن شاكر عبد الفتاح. فاصل وبعديها هنرجع مع الزميل العزيز محمد سعيد وضيفه الكاتب الصحفي في الاخبار الاستاذ عماد المصري، خليكم معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، والفقرة الحوارية الأخيرة من برنامج الأهلي الليلة، واللي بيشرفنا فيها كاتب صحفي كبير على المستوى الشخصي. تشرفت بالتأكيد بالالتقاء به في مؤسسة الأخبار طيلة سنوات كثيرة ماضية، وفي نفس الوقت من الكتاب الصحفيين اللي مهتمين جدا بالشأن الرياضي، رغم أنه بالتأكيد عنده اهتمامات كثيرة في مؤسسة الأخبار من خلال كتاباته الصحفية وشغله خلال السنوات الأخيرة. عنوان مقالته الأساسية في جريدة الأخبار كلام في الرياضة، وكلام في الرياضة من خلاله كتب في أمور كثيرة وعديدة وشاءت الأقدار. بعد فترة من الفترات كل ما كتب وذكر من فترة سابقة تأكد، وكمان يعني وجهة نظره تكررت وكتبت بنفس الشكل، والقرارات كمان اتخذت بنفس الامور سواء في المنتخب سواء فيما يتعلق بالنادي الاهلي، في امور عديده جدا. لذلك النهارده معانا عشان نناقشوا في افكار ومقالاته اللي كتبها في الفترات السابقه، ونسمع وجهات نظره اللي بالتاكيد هتكون مفيده بالنسبه للمشاهدين بشكل عام، الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ عماد المصري. استاذ عماد اهلا بيك، منور الدنيا. محمد اهلا بحضرتك، ربنا يبارك فيك. طيب، في جزئيتين مهمين جدا هبدا بهم الحوار، وده مهم جدا بالنسبه لجمهور النادي الاهلي قبل ما تطرق لاي حديث مع الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ عماد المصري. اول شيء طبعا كلنا عارفين من فتره طويله مجلس اداره النادي الاهلي كان اتخذ قرار بتشكيل لجنه للاستاد المتعلق بالنادي الاهلي خلال الفتره القادمه، وهذه اللجنه برئاسه المهندس محمد سراج الدين اجتمعت أكثر من مرة في الفترات السابقة، وكان هناك أكثر من جلسة وورش عمل بالنسبة لهذا الموضوع في الفترات السابقة. طبعا هذا الاجتماع وهذه اللجنة خلال الفترة الحالية بتناقش وبتتابع سير العمل المتعلق بالناحية الإجرائية المتعلقة بإنشاء استاد الأهلي خلال الفترة القادمة. والنهاردة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب كلف المهندس محمد سراج عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة إنشاء الاستاد بعرض التصور الكامل لإنشاء مشروع استاد الأهلي للجلسة القادمة في المجلس بإذن الله، وذلك بناء على العمل والاجتماعات المستمرة للجنة طيلة الفترة الماضية. أيضا كمان مهندس محمد سراج خلال الفترة القادمة إن شاء الله سيتوجه إلى لندن في الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر الجاري للمشاركة في مؤتمر ويمبلي لعرض مشروع استاد الأهلي الذي يعد جاهزا من الآن في مؤتمر يشارك به أندية وشركات عالمية كبرى. إذن طريقة العمل والمتعلقة بإنشاء الاستاد بدأت منذ فترة، والمهندس محمد سراج بما له كمان من خبرات في هذا الأمر من خلال دراساته ولجنة مشكلة سواء من خلاله أو حتى من خلال المهندس سامح كامل المستشار الهندسي للنادي الأهلي في الفترات السابقة، وعدد من الأمور كمان بتناقش في هذه الاجتماعات، كل هذه الاجتماعات سيتم عرضها في اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي القادم لمعرفة الأمور التي توصل إليها اللجنة مع المجلس قبل سفر المهندس محمد سراج إن شاء الله إلى لندن لحضور مؤتمر ويمبلي. كمان من الأمور الهامة جدا في هذه الاجتماعات حضور أيضا كمان دكتور سعد شلبي. إذن اللجنة تناقش مسألة إنشاء الاستاد من جميع جوانبه، سواء من الناحية الهندسية، من الناحية الإنشائية، من ناحية الإجراءات الإدارية، وأيضا كمان من ناحية التسويق وكيف يستفيد النادي الأهلي من هذا الموضوع. دي كانت جزئية مهمة جدا في البداية. تمام، زي ما اكدت واقول عليها برضو، الدكتور محمد سراج هو رئيس لجنه انشاء استاد الاهلي، وايضا معاه دكتور سعد شلبي مدير او الخبير التسويقي لاداره النادي الاهلي، وايضا كمان المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي للنادي الاهلي، كل في تخصصه من خلال عمل هذه اللجنه بالنسبه للمرحله القادمه. ايضا كمان نقطة مهمة تانية قبل ما ننتقل بقى للحديث مع الأستاذ عماد المصري الكاتب الصحفي الكبير، وهي متعلقة بقى بأهمية الإعلام ودور الإعلام والصفحات الرسمية للسوشيال ميديا في عدم وجود تعصب أو عدم وجود مشاكل بالنسبة للفترة القادمة. هذه جزئية مهمة جدا بالتأكيد النهاردة وجود معنا الأستاذ عماد المصري هنتكلم عليها، لأن فكرة إن الإعلام الرياضي أو الصفحات الرسمية تحديدا في السوشيال ميديا، الصفحات الرسميه باكد على دي الصفحات الرسميه، لان هذه الصفحات بتبقى رسميه فبالتاكيد بتناقش او بتعرض
الامور الرياضيه او الفيديوهات او الاخبار بطريقه وكانها بالظبط على الشاشه، فبالتالي مش هتكون تكرار لما هو الصفحات الجماهيريه او صفحات السوشيال ميديا الاخرى. هذا الامر مهم جدا. هناقشه النهارده مع الكاتب الصحفي الاستاذ عماد المصري في هذا الموضوع، لان موضوع مهم جدا لن يقل اهميه عن دور الاعلام الرياضي والاعلام والصحافه المكتوبه في الفترات السابقه. استاذ عماد، طبعا اكثر من نقطه مهمه في هذا التوقيت. اول حاجه اتكلم معاك فيها على استاد النادي الاهلي والخطوات العمليه اللي اتخذها المجلس منذ فتره، اللجنه اللي اتشكلت خلال الفتره السابقه واجتماعات عقدت في فترات، وان شاء الله في تصور كامل هيتعرض من خلال هذه اللجنه على مجلس الاداره في الفتره القادمه. تعليق على هذا الموضوع والخطوات الجاده اللي اتخذها مجلس الاداره في هذا الشان. اولا اقول لحضرتك بسم الله الرحمن الرحيم، ومعلش اسمح لي هصلي واسلم على سيدنا محمد النهارده عيد مولد الرسول عليه الصلاه والسلام. بمناسبه الذكرى العظيمه ديت، الاهلي نادي احترافي، نادي محترف في مصر، وهو النادي الوحيد تقريبا المحترف في مصر الاهلي. الاهلي الانديه كلها، غالبيه الانديه في اوروبا عندها استادات. غالبيه الانديه في اوروبا الكبيره عندها استادات. الاهلي من فتره وهو بيفكر في الاستاد، والاستاد حلم كل الاهلاويه وحلم كل المصريين. احنا طول عمرنا بنعتمد على الدوله، طول عمر الرياضه وجميع المنشات تعتمد على ان الدوله هي اللي بتعمل استاد ناصر، استاد الدفاع الجوي، استاد وهكذا، كل الاستادات او الانديه اللي ظروفها سمحت. يعني تقريبا استاد اسماعيليه الدوله اللي عاملاه، استاد السكه الحديد هو تقريبا الوحيد. الاهلي كاكبر نادي في مصر كان عنده استاد التتش. موقع استاد التتش يعني خلاص لا يسمح ان يبقى فيه مباريات لظروف ظروف الزمن والزحمه والعدد السكان والجمهور، تضخم الجمهور. فاصبح لازم لزاما ان الاهلي يبقى عنده استاد كبير، استاد عالمي، استاد زي الجواهر اللي بنشوفها في كل العالم. يعني السعوديه فيها اكثر من استاد على اعلى مستوى، وكثير من البلاد العربيه. تمام. احنا استاداتنا بتحظى بامكانيات ضخمه، ولكن النادي الاهلي كان لازم يبقى عنده استاد، كان لازم يبقى عنده استاد. حلم استاد الاهلي ده حلم كبير، وانا اثق تماما الاهلي هيكون قد المسؤوليه وهيعمل استاد على اعلى مستوى، وان شاء الله يتوفر له الدعم المادي الكامل ان يتعمل استاد عالمي. احنا مش عايزين استاد عادي، وعايزين استاد من اللي احنا بنشوفهم بره، الاستاد المغطى، الاستاد اللي بيتحمل جميع ظروف ظروف الطقس، في مطر يتغطى، الصرف بتاعه بقى جيد، اللعيبه ما تلعبش في بحيره من الماء. احنا احنا شفنا في السنه دي في استاد برج العرب في ماتشات للاهلي كان الاستاد عباره عن طينه، وده معناها ان رغم الامكانيات الضخمه الصرف غير جيد، وده الف ب ان بتعمل استاد لازم متوفر له كل الامكانيات بما فيها الصرف. ان عشان كده في اجتماعات ودراسات وكلهم في تخصصه من ناحيه التسويقيه، ودي ميزه الاهلي. دي ميزه الاهلي، الاهلي احترافي، هيدي يخلي كل واحد يؤدي دوره على اكمل وجه. والاهلي جد، مش معتمد على ان واحد يطلع يتكلم لا، منظومه مؤسسيه على اعلى مستوى هتنفذ احسن حاجه، وده اللي احنا بنطمح فيه ان شاء الله باذن الله، ويكون على قدر الحلم اللي احنا بنحلمه كمصريين. تمام. كمصريين مش كاهلي وزمالك. أكيد. كمصريين، لان النهارده لما يبقى عندي استاد ضخم يعمله النادي الاهلي او استاد يعمله اي نادي اخر بامكانيات ضخمه، ده يدينا فرصه يبقى عندنا بنيه تحتيه نقدر نقول ننظم كاس العالم. ساعتها الناس هتسمع لنا، وهيبقى لينا سجل. مش احنا رحنا في 2010 قلنا ننظم كاس العالم واحنا ما كناش مستعدين. تمام. لازم ابقى مستعد، فالاهلي هو البدايه ان شاء الله. ان شاء الله. هو كان مهم جدا بالتاكيد، واحنا بنخاطب جمهورنا في كل مكان، جمهورنا يكون عارف الخطوات التنفيذيه او الخطوات الفعليه لهذا المشروع العملاق. منذ ان شكلت اللجنه لدراسه هذا الموضوع والاشخاص المنوطين والمسؤولين في هذه اللجنه لدراسه الجدوى والدراسه الهندسيه والتسويقيه لهذا المشروع الكبير جدا، وكمان عرض كل هذه الامور على مجلس الاداره في الاجتماع القادم ان شاء الله، بل بالعكس كمان
هناك يعني اجتماعات وهناك مؤتمرات أوروبية وعالمية اللجنة تشارك فيها وتحضرها وتعرض كمان التصور الخاص باستاد النادي الأهلي، ولما لا طبعا بالتأكيد استاد ويمبلي في لندن من الاستادات العالمية الكبيرة جدا في إنجلترا وفي القارة الأوروبية. فبالتالي وجود النادي الاهلي في هذا الموضوع وفي هذا المشروع مهم ان احنا نقول لجمهورنا لحظه بلحظه، والخطوات الفعليه اللي بتتم فيه يوم عن يوم ان شاء الله باذن الله هذا المشروع، واحنا لسه بنبدا في اجراءات او ورق باذن الله يشوفوا بقى على الارض الواقع باذن الله خلال الفتره الجايه استاد عظيم ان شاء الله، الاستاد لاكبر نادي في الشرق الاوسط بالنسبه لي يعني في اسرع وقت باذن الله ان شاء الله باذن الله في فتره قريبه باذن الله ان شاء الله. طيب هنتكلم في امور عديده جدا يا استاذ عماد، و حضرتك مقالتك الأساسية كلام في الرياضة، طبعا مقالة حضرتك خلال الفترات الأخيرة كان ليها أكتر من موضوع وتطرقت لأكثر من جهة. جزئية السوشيال ميديا هتطرق ليها في أثناء الحوار، لأن النهاردة صدفة كانت في أمر معين ما في صفحة رسمية بتتكلم على احتفال أو ذكرى لفريق غير مصري فاز على الأهلي في بطولة إفريقية، ده ممكن يكون متعرف عليه في صفحات جماهيرية أو صفحات سوشيال ميديا جماهيرية، لكن صفحات رسمية بتبحث عن الترافيك بعيدا عن المهنية أو الإعلامية، المهنية الإعلامية بتبقى صعبة قوي. فأنا عايز أنتقل أول لصف فكرة السوشيال ميديا إن هي بتبقى أداة المفروض للتثقيف ونبذ التعصب. لا أنا هقول لحضرتك حاجة، هو الأهلي هو الكريزة بتاعت الكرة المصرية أو الرياضة المصرية، الأهلي. فاللي عايز ينتبه يروح للأهلي، يهاجم الأهلي، يتكلم عن الأهلي. فدي فمعلش يعني للأسف بعض الإصدارات سواء هي إلكترونية أو مطبوعة أحيانا عشان تتشهر تهاجم الأهلي. ومعروف يعني كان في مقولة دايما بيقولوها لنا في أقبال اليوم، الأستاذ مصطفى أمين قالوا له فلان بيشتمك ما ترد عليه، قال لهم أنا لو رديت عليها هشهره. فالأهلي هو مصطفى أمين، هو الرمز، هو الهرم. فطبيعي أنا عشان أتشهر لازم أروح أهاجم الأهلي، لو أنا يعني حتى لو أنا مش منتمي لأي نادي، مصلحة استفادة بأي سبب، عايز أنجح، عايز الناس تاخد بالها مني، انا بروح بهاجم الكبير عشان الناس تقولوا الحقوا ده في واحد صغير بيهاجم الكبير، يعني تفهمني حضرتك. فهي للاسف انا عشان السوشيال ميديا حضرتك طبعا اعلم، سواء هي صفحه رسميه او صفحه غير رسميه، هو بيبحث عن اللايك والشير وعدد المشاهدين وعدد المشاهدات وعدد المتابعين وعدد اللايكات، كل ده بالنسبه له بيتحسب، سواء بقى بيتصنف ان هو صفحة قوية، صفحة او ليه مصلحة، او محرر ليه مصلحة، او القائم على الصفحة ليه مصلحة، فوارد كل ده. فانا لا استثني احدا من ان هو يهاجم النادي الاهلي لانه ولا مصلحة، عادي. هو كمان يعني مش فكرة هجوم، هي فكرة ان انا يعني ويكذب. أنا ما كنتش متخيل ان الفكره في حد ذاتها يعني من صفحات جماهيريه ممكن تعدي، ممكن تحصل، ما فيش مشكله. نادي منافس، جمهور نادي، بتحصل كتير حتى دي حتى في اوروبا. وهي الصحافه عندنا ما فيش اخبار لا، لكن انا اقصد ما فيش اخبار في، انا اقصد لما بتبقى صفحات رسميه كل الهدف بتاعها ان هي تنشر المواد المتعلقه بالمكان الرسمي اللي هي منتميه ليه، فبالتالي هدفها هنا معروف ان هو التارجت بتاعها ايه. احنا هنا ممكن بقى بنزود بقى قيمه، بنزود التعصب وبنزود المشاكل وبنعمل ازمات. انا حتى عشان كده مش عايز اقول الاسم، لان الاسم بالنسبه لنا مش هو الاهم، انا بالنسبه لي الاهم هو المحتوى او المضمون او الرساله اللي عايزين نوصلها للجمهور او الدور المفروض الاعلام يقوم بيه في هذه المساله، عشان ما تكونش الحاجه الصغيره دي بعد فتره تكبر وتبقى ازمه. الاعلام دلوقتي اسمه اعلام الشوشره، معلش للاسف يعني في كثير من وسائل الاعلام هي عايزه تعمل شوشره وعايز تعمل شو عشان هي تتعرف او هي الناس تاخد بالها منها او لاي اسباب اخرى، يعني ممكن يبقى مطلوب من ايا كان، يعني في سبب ان هو عايز يعمل شو وشوشره. فزي ما قلت لحضرتك هو ممكن يكذب، والعلم حضرتك ده في اصدارات صحفيه وممكن تبقى كبيره برضه ممكن تكذب او تنشر خبر مغلوط او تنقل خبر من السوشيال ميديا وده غلط من محرر صغير ويفوت على المسؤولين، وارد جدا جدا جدا. فانا ما بستثنيش الصفحه الرسميه من الصفحه الجماهيريه، بل المصداقيه والضمير المهني اللي عند الانسان هو اللي بيحكمه. ممكن يبقى صفحه جماهيريه والقائم عليها محترم ومحترف، محترم وعنده ضمير، بتاكد على كلمه محترم وعنده ضمير. اصل هو احنا بنقول جماهيريه مش محترف،
المحترف ده اللي هو حضرتك وانا والناس اللي بتشغلوا في الصحافه او في الميديا اللي بيقبض مرتب مهني من المكان ده المحترف. اما الواحد اي شخص اي واحد من الجمهور عمل صفحه وبينشر عليها اخبار سواء نقلها من اماكن او اي حاجه فده ده انا ما بعتبروش محترف. ده الجمهور مش محترف انما الجمهور بيجتهد. هي النهارده الميديا وسعت القاعده جدا جدا بقى وسائل الاعلام ما تقدرش تحصرها اذا اعتبرنا ان الصفحات الخاصه والصفحات العامه دي وسائل اعلام. بس بقت في نقطه مهمه الصفحات بقت موثقه والتوثيق ده بص حضرتك جزء من المسؤوليه. التوثيق اكثر في الصحافه المكتوبه. ليه؟ انا حضرتك بشتغل في جريده الاخبار اللي هي بتصدر 6 أيام يوميا 6 أيام في الاسبوع واخبار اليوم بتصدر يوم السبت. احنا عندنا صفحه عشان تمشي وتروح المطبعه بتمر على حوالي 7 أفراد اخرهم رئيس التحرير. كل واحد بيبص ويتابع ويشوف ويقرا ويراجع لحد ما توصل رئيس التحرير يدي الاوكي ان الصفحه تمشي من الكمبيوتر على المطبعه. تمام. ده اسمه توثيق. ليه؟ النهارده لو حصل فيها اي غلط او اي حاجه في رئيس التحرير هيترجع له سواء من الدوله او من المسؤولين او من هو نفسه هيعاقب المسؤول عن المسؤول التحرير وهيبقى عارف بقى التسلسل بتاع العمل ماشي ازاي. رئيس التحرير بيبقى عارف صفحه بدات ازاي ومشيت ازاي وراحت فين لحد ما راحت له وراحت للمطبعه. تمام. فبيبدا يقدر يعاقب. فانا النهارده اخشى العقوبه سواء من رئيسي او من حتى مهنيا انا ضد نفسي. فكل ما الواحد بيزداد خبره مفروض بيستفيد بيبقى يقدر يحافظ على كفاءته في العمل وبالتالي ما يغلطش لان اي غلط احنا بنتعاقب عليه كلنا من اول رئيس تحرير لاصغر عامل في المطبعه. اما الصفحات اللي على الهوا فالعقوبات تقريبا شبه معدومه يعني. بس الموثقه وضعها بيختلف. وانا بقى في الكيس دي او في القضيه دي الصفحه موثقه. طب الصفحه الموثقه دي لو اصلا الخبر ده مدسوس او هم قاصدين عشان زي ما بقول لحضرتك كده عايزين يعملوا لنفسهم شو فدي ممكن تبقى مسموحه من الرقباء. انما انا في الاخبار محتاج اعمل شو ليه؟ ما انا الاخبار تاريخ وصلت الرساله. انما لما يكون حد لسه بيبدا فتلاقي هتنتظر منه كل ده وصلت الرساله وهنقعد شويه كده لحد ما الدنيا تهدى والصحيح يستمر والغثاء هيزول يعني لحد ما الناس تتعود وتعرف تفرق بين الغث والسمين. والمسؤوليه لا ده انا بتكلم على الناس المتلقين. اما الشخص نفسه اللي بيكتب وبيعمل هو لما هيلاقي نفسه ليه اسم وخلاص وصل اللي هو عايزه هتلاقيه هو بقى يحافظ على اسمه وصورته. بس ده بعد ما النهارده حضرتك طالع في قناه الاهلي كمذيع عايز تليق بين قناه الاهلي. انا النهارده طالع كضيف لقناه لازم اليق بقناه الاهلي او بنفسي. فبحافظ على حاجه يعني انا والقناه اللي انا فيها. انما هو لسه هو بيشوشرة هو بيبحث عن الشو عن حد يعرفه عن حد يشوفه. عشان كده احنا مش هنذكر الاسم لكن هي المسؤوليه. لا ما تشغلوش بالكم. هي المسؤوليه مهمه جدا عشان الجماهير للاسف ممكن امور زي دي ما تشغلوش بالكم. مش هنشغل بالنا الجمهور. اولا انا بحكم عملي اشتغلت في مجال الزمالك سنه 84 ايام المهندس حسن عامر كرئيس مجلس اداره الاستاذ اسماعيل يونس كرئيس تحرير واشتغلت في مجله الاهلي في زمن كابتن صالح سليم والاستاذ عبد المجيد نعمان وفضلت فترة طويلة واشتغلت في مجلة الإسماعيلي أيام الدكتور إسماعيل عثمان ربنا يشفيه ويعافيه وكان المهندس إبراهيم عثمان كان وكيل النادي. فعارف أهمية أيام أيام كان إسلام إسلام كان لعيب في الإسماعيلي وعماد النحاس وكابتن محسن كان مدير فني. حضرت الفترة دي معاهم واخد بال حضرتك. وهو بالمناسبة بعد الحلقة مباشرة جمهور النادي الأهلي وجماهير الكرة المصرية موعد مع حلقة للزميل العزيز اسلام الشاطر فضيافته الكابتن محسن صالح. كابتن محسن من اجمل الحاجات اللي حصلت الاسبوع ده قرار
ان هو تولى المسؤوليه لجنه التخطيط خلفا للعظيم ربنا يديله الصحه والدكتور طه اسماعيل تمام احد اهم اللعيبه في تاريخ الكره المصريه. انا في سني ما لحقتوش لان هم الجيل ده اتظلم بنكسه 67 انما الدكتور طه اسماعيل كان من احسن اللعيبه في تاريخ مصر والكابتن الفناجيلي والكابتن صالح وكل الجيل ده وحتى لعيبه الزمالك في الوقت ده ولعيبه الاولمبي يعني كان الترسانه والاسماعيلي والاهلي والزمالك والاولمبي كلها كان فيها لاعبين على اعلى مستوى مواهب جباره. احنا الجيل ده اللي راح لعب كوريا في دورة طوكيو ومصطفى رياض جاب 6 أهداف في مباراة كوريا لما كسبناهم 10. زمن الجميل وزمن الكرة ده زمن طه اسماعيل وكان موجود وكان موجود الدكتور طه كان من ضمن البعثة ومن ضمن اللاعبين اللي كانوا موجودين في المباراة. فده الدكتور طه. كابتن محسن بقى يشرف واحنا نشرف بيه، يشرف ان هو خلف هذا العملاق واحنا نشرف بوجوده لانه ليه تاريخ كبير كمدرب. انا عاصرته في نادي الوحدة في السعودية، كنت انا بشتغل في جريدة الندوة كان جار نادي الوحدة وحضرته وهو في الاسماعيلي، وانا بقول لحضرتك كنت بشتغل في مجلة الاسماعيلي كنت مدير فني وشفته هو مدير فني لمنتخب مصر. هو كان حظه قليل مع المنتخب ولكن هو مدرب عنده فكر. شفت محسن صالح لما الاهلي جابه من المصري وكان ليه دور اساسي انه يشغل المجري كابتن مصطفى عبده، هو من الاسباب اللي زادت تالق كابتن مصطفى عبده وبالتالي الكابتن محمود الخطيب سروهات محسن صالح. تيم وورك كان كامل طبعا أكيد. الاهلي كان عنده وسط على اعلى مستوى دايما الاهلي رموزه يعني رغم ان كان عنده صفوه وانور سلامه ومشير عثمان ومحمود رشدي جاب طاهر الشيخ وجاب جمال عبد العظيم وجاب محسن صالح وجاب شطر فالاهلي طول عمره عملاق الحمد لله. طيب ندخل بقى في مقالات حضرتك المهمه، كلام في الرياضه وكان في مقال باسمه لا بالعكس دي الحاجات الايجابيه اللي لازم الجمهور والناس تشوفها عشان ده الاعلام الايجابي اللي احنا بنهتم بيه. مقال اسمه اجمل رد واجمل كوره، بتقول فين الاهلي رفض يرد على حمله التشكيك في فايلر، قدامنا هي على الشاشه صوره طريق الاعلام وكان الرد داخل المستطيل الاخضر. ايه اللي دفع حضرتك لكتابه مقاله بهذا الشكل وانت بتتكلم عن فايلر في اول المهمه؟ هو انا هقول لحضرتك انا بحاول اكون محايد جدا، يعلم الله بعض الناس بيقولوا انت اهلاوي ومش اهلاوي، انما انا بحاول اكون محايد. انا تابعت زي كل الناس اللي تابعوا لما الزمالك جاب ميتشو ولما الاهلي جاب فايلر ووسائل الاعلام بدات تتكلم وزي ما حضرتك قلت السوشيال ميديا بدا يتكلم واللي يقول لك ده مدرب مش لاقي شغل ومدرب مش عارف ايه وميتشو ده كان الاهلي عايز ميتشو ما انا سكت. يعني انا كواحد من الناس اللي بيكتب في الرياضه انتظرت قلت لما نشوف يعني، وبالفعل انتظرنا. الراجل راح لعب في غينيا كسب قلنا عادي ده فريق عادي الاهلي كسبه عادي ما هو الاهلي يعني يكسب اي حد بره لو هو فريق يعني. المهم قلنا عادي، جه لعب السوبر مع الزمالك كسب 1 قلنا عادي. كسب 4 كسب 3-2 لا الشوط الاول كان يعني لما النتيجه توصل في اول 50 دقيقه او 52 دقيقه 3-0 واخد بال حضرتك برضو يعني ايه احنا تلمسنا قلتنا يمكن دي حاله فوقان من الاهلي وضعف من الزمالك. لما الاهلي لعب الفريق الغيني تاني وكسب 4 برضو فريق في ملعبك انت كسبانه هناك كل ده انا قاعد انتظر يعني اشوف الراجل ده عامل ايه يعني. وبعدين بدا الدوري، سموحه فريق حسام حسن فريق قوي، حسام مدرب له صولات وجولات مع الاهلي طبعا الاهلي كسب 1-0 وبعدين رحنا للانتاج الحربي اللي كان في الاول ماتش كسبان 3-0 والانتاج الحربي بمختار دايما بيزعج الاهلي بالظبط فالاهلي يكسبوا 4 لا ده بقى هنا الموضوع يخليك تنتبه لا المدرب ده مش حد عادي واخد بال حضرتك. وبعدين تروح تكسب اسوان وكنت بتكسبه بالعافيه 1 في ملعبه وبمشقه وممكن تتعادل معاه تكسبه 5 لا هنا بقى خلاص ستوب كان لازم تقول مين فايلر ده ولازم تنتبه. وبعدين انا لاحظت حاجه في بدايه الموسم كانوا بداوا يتكلموا عن اجاييه انه هيمشي ازارو هيمشي
حسين الشحات مقلب. رمضان صبحي كان سيء، ما كانش رد فعل الناس، ما انا كانش رمضان صبحي متابعه من هو طفل. انا كان ظروفي سمحت ان انا كان في لعيب في الناشئين في النادي الاهلي زميل رمضان اسمه عمر رجب، كان والده بيشتغل معايا في اخبار اليوم مدرب، هو قريب مقاولين العرب. فكنت بروح الماتشات احيانا معاه، فكنت بشوفهم من هم صغيرين. فمتابع رمضان من زمان. فرمضان انا فوجئت بعد ما جه من انجلترا، برضه مش هو رمضان اللي كان راح انجلترا. رمضان ما بيروحش للجون، رمضان بيخاف يشوط، رمضان بيخاف يجيب جوان. فلقيت في وقت قياسي ايه ده الوقت تغير. مروان اتغير 180 درجه، رمضان وحسين ده حسين بقى، ما انا بقول لحضرتك الثلاثه لا هم دول اللي كانوا هيمشوا، دول اللي مش. فاكتشفت بقى ان الراجل ده لا، ده راجل عبقري. يعني ده مدرب عبقري. فهو قلت اجمل، فهو رد هو رد علينا على تساؤلاتنا وعلى كل المشككين. هو كان اجمل رد منه ومن النادي الاهلي. النادي الاهلي ما بيتكلمش، ما بيخشش في مهاترات، ما بيخشش في مهاترات مع حد. فكان رد النادي الاهلي ورد مدربه اللي هو جابه للنادي الاهلي واختاره، واكيد اختاره بطريقه احترافيه زي ما قلنا في موضوع الاستاد. اكيد النادي محترف. احنا طول عمرنا بنقول الاهلي نادي من بره، نادي محترف، نادي اوروبي، نادي عالمي. مش بعيدا عن الاهلي وزمالك والكلام، لا فعلا اسلوب اداره الاهلي طول عمره مش من قبل ما احنا نتولد وبعد ما اتولدنا واللي شفناه واللي عاصرناه، اجيال بتسلم بعض. لا الاهلي طول عمره يعني بيتعامل على نادي محترف، عمل مؤسسي، الصح صح والغلط غلط، وما فيش كبير، والكبير هي القيم وهو النادي وهو الاسم. تمام. طيب مقال اخر من هنا لصلاح، مصر ولاده، وده حضرتك بتتكلم فيه عن هنا جوده، كنت شايفها معجزه وربطتها بفكره. انا مش معجزه. انا مش شايفها معجزه. هي اللي قالت للناس كلها انا معجزه. انا معجزه طبعا. احنا طبعا كلنا مبهورين بصلاح وانجاز صلاح. فصلاح بالنسبه لنا هو الرمز وهو المقياس اللي بنقيس عليه الانجازات والمعجزات. فهنا جوده فوجئنا ان في طفله بتلعب وبتفوز ببطوله الجمهوريه للسيدات. مظبوط. طفله بمعنى الكلمه، طفله شكلا ومضمونا وكل، يعني مش مثلا عندها 12 سنه وجسمها كبير، لا صغيرة. ده هي جسمها صغير كمان، يعني في ناس في عندهم 12 سنه بنات قدها مرتين، لا ده هي كمان جسمها صغير وسنها صغير. وعلى راي في زميل لينا اسمه محمد العقاد، كتب عمل حوار معاها الاسبوع ده، وكان قال ابو كف خفيف رقيق وصغير زي بكار كده. ده كان اجمل عنوان عجبني عن هنا. فهنا فجأة كده لقينا في السطح نور كده بشعاع في تنس الطاولة، وتنس الطاولة من الألعاب رغم بساطتها قدام الناس إنما من الألعاب الصعبة جدا، لأنها محتاج تركيز فوق تركيز البشر جدا، فوق تركيز البشر. فهنا فجأة لقيناها بتكسب وبتفوز وبتحقق ريكورد وبتخش بقى بطولات عالمية، يعني إنها تكسب بطلات افريقيا في مصر، لا ده اعجاز. فكان لازم اقرنها بمين؟ بالمعجزه والمقياس اللي هو محمد صلاح، اللي احنا كلنا بنعشقه واللي احنا كلنا ما زلنا مش مصدقين ان احنا عندنا لعيب في المستوى ده. وعندنا لعيب واثنين وثلاثه واربعه كمان. في كذا لعيب مع صلاح. انا بتكلم على صلاح كحاله. كحاله حاليا. كحاله من السنه اللي قبل اللي فاتت، من اول سنه مع ليفربول والسنه الاخيره مع روما. صلاح فجأة كده بقى الترند، بقى لعيب عالمي، بقى مع بينافس رونالدو وميسي. هو دايما اسمه في الكرة الذهبية او جايزة هازارد، يعني هو في وتخطاهم كمان في اطار العشرة الاوائل في الكرة العالمية. طب في جايزة افضل لاعب في افريقيا، المنافسة مع محرز وماني، تتوقع صلاح السنة دي ممكن يكون افضل لاعب في افريقيا ولا؟ والله بص حضرتك، هو طبعا في تقييمات كتيرة منها الانجاز بتاع المنتخب. أكيد السنة طبعًا. دي كان في بطولة افريقيا. أكيد. فمحرز على المستوى الشخصي النهارده هو عمل، فازوا ببطوله افريقيا وعملوا، وبعدين السنه دي بيلعب في مانشستر سيتي واخد كل البطولات بعكس السنه اللي فاتت. لا يعني السنه اللي فاتت ما كانش بيلعب بنفس لغايه نهايه الموسم الماضي اللي هو شهر 5 اللي فات، بنفس الكم اللي بدا، يعني بدا يظهر من بعد بطوله السنه دي بدا يظهر، وبدا المدرب يديله جوارديولا، وبدا يبقى ليه تاثير، وبدا يكسبه ماتشات.
ده حقيقي. يعني ليه كان ليه دور في فوزهم بالدوري. واخد بال حضرتك؟ يعني فليه بصمه. فالنهارده ما تقدرش تغفل رياض محرز. وسبق ان هو فاز بالبطوله باحسن لاعب. وساديو ماني انا من وجهه نظري في قصه صغيره كده معلش احكيها لك. لما ظهر احمد حسام ميدو ظهر كراس حربه في منتخب مصر وكان موجود حسام حسن. وكان حسام حسن هو راس الحربه الاشهر في مصر يعني بالنسبه لافريقيا. حسام حسن كان متالق وعامل حاله جيده جدا. فبدا يلعب جنبه حسام احمد حسام ميدو. النهارده انا كمدافع افريقي او فريق افريقي او مدرب افريقي عارف مين؟ عارف حسام حسن. طبعا. فالتركيز كله على حسام حسن. على حسام. ميدو كان خد الشو من خلال ان الناس كلها مركزه مع حسام حسن. هو طبعا ميدو ما ننكرش موهبته. نفس الوضع بالنسبه لصلاح. صلاح الناس كلها بعد الموسم الاولاني مع ليفربول كل التركيز على صلاح. بص صلاح هتلاقي عاملين عليه حائط صد حائط صد زي بالظبط بلوكات زي كره الطائره. بلوكات على صلاح عشان ما يشوطش عشان ما يرقص عشان ما يخشش لان هم كلهم خافوا من رجله الشمال اللي بتروح المقص. تمام. فبيشوشروا على صلاح. فمين بيطلع بقى زي يعني هو عنده حركه خفيفه؟ ماني. ماني كان موجود من قبل صلاح. ليفربول سطع نجمه الفتره دي مع وجود صلاح. طيب مقاله اخرى بعنوان الاخلاق عندهم والاخلاق عندنا. هو عنوان المقاله من اربع كلمات بس حضرتك يعني انجزت واوجزت. بص حضرتك انا هقول لحضرتك احنا عندنا بصراحه انا مش عاجبني ما يصار على الساحه الرياضيه في القنوات الفضائيه. يعني بنلاقي شتايم وبنلاقي حاجات. فانا بصراحه لفت نظري خبر ان لعيب من عنده 16 سنه حاليا بيلعب في ليفربول لسه شاب صغير جايبينه من فولهام. الولد اللي هو هارفي اليوت ده اللي هو عامل ضفيره ده الابيضان اللي عامل ضفيره في ليفربول لعب معاهم في ماتش في الكاس. الولد دوت كان وهو في فولهام كان علق على صوره كابتن انجلترا هاري كين. هاري كين طبعا قيمه كبيره قيمه كبيره في انجلترا. نعم اسطوره كبيره. طبعا هاري كين قيمه كبيره رغم صغر سنه يعني. فعلق عليه تعليق مش لطيف يعني. واخد بال حضرتك؟ فالدنيا كلها فالاتحاد الانجليزي عاقبه قرر يعاقبه. فانا بصراحه لفت نظري يعني حد علق على صوره ده الناس بتشتم على الهواء ما حدش بيعاقبها. فدي الاخلاق عندهم ودي الاخلاق عندنا بس. طيب مقاله اخرى وهنا بقى وضع خاص. احمد فتحي الكابتن. احمد فتحي ده معشوقي النهارده ومعشوق انا زوجتي بتحب احمد فتحي رغم انها زملكاويه. النهارده عيد ميلاده. كل سنه وهو طيب. انا احمد فتحي زي ما قلت لحضرتك انا كنت في مجله الاهلي الزمالك الاسماعيلي في وقت من الاوقات وكان احمد فتحي لسه طالع كان الجيل الذهبي في بدايه الالفيه مع النادي الاسماعيلي. احمد فتحي في وقت من الاوقات كان بيلعب في الثلاث منتخبات الشباب والاولمبي والمنتخب الاول ايام الكابتن الجوهري. احمد فتحي رمز من رموز الكره المصريه الذي لن يتكرر. قلب المنتخب والاهلي نابض. احمد فتحي روح في الاهلي وروح في المنتخب. ومن الحاجات اللي خسرتنا كاس الامم عدم وجود احمد فتحي. حقيقي. الاخيره دي حقيقي عدم وجود احمد فتحي في حاجات يعني عارف لما يقول لك روح القانون وصريح اللوائح والقانون. احمد فتحي الروح. ما ينفعش استغنى عن احمد فتحي. احمد فتحي لما كنت بتتفرج على بركات وابو تريكه وتعليقاتهم على احمد فتحي يقول لك كنا بنخاف منه وهم اكبر منه سنا. احمد فتحي بالمناسبه اعتقد ان هو اقدم منهم في المنتخب. اقدم في المنتخب من ناس اكبر منه سنا. فاحمد فتحي قيمه كبيره. ما تجيش اللقطه بتاعت المنتخب ومين الكابتن مع احمد فتحي تيجي مع اي حد تاني. الا احمد فتحي. ما ينفعش احمد فتحي. لا وما تجيش يعني ده فتحي تحديدا يعني اولا خبرات لعب اولمبياد. بقول لحضرتك احمد يعني فتحي احمد فتحي اسطوره من اساطير الكره المصريه. لعبا وخلقا وكل حاجه. ورجوله. أيوة. احمد فتحي من ارجل اللعيبه اللي لعبت في الكوره في مصر. فما ينفعش ان انا اخش معاه في موضوع زي ده او اقلل منه. احمد فتحي الناس بره بتكرم اللعيبه اللي زي احمد فتحي.
احنا ليه جايين عايزين نقلل من احمد فتحي؟ ده احنا نشوف المناسبه الكويسه لمحمد صلاح كابتن المنتخب. لا خالص ملهاش علاقه. محمد صلاح اصلا اكبر من ان هو يبص على شرط الكابتن او محمد صلاح ملوش علاقه بالموضوع خالص. هتلاقي حد بيحب يجتهد فبوظ الدنيا حقيقي. طبعا احنا بنقول لاحمد فتحي كل سنه وانت طيب قلب الاهلي النابض والمنتخب النابض ابو ملك. ده الاسم دايما اللي بيحب احمد فتحي يسمعه. كل سنه طيب يا احمد ولسه قدامك مشوار ان شاء الله، لانك دايما شباب الروح والقلب والعزيمه اللي بنشوفها جوه الملعب، وتبقى امثال حتى لكل اللاعبين الناشئين. استاذ عماد المصري انا بشكرك شكرا جزيلا، ودايما كده تنورنا لان دايما مقالاتك مهمه ايجابيه كمان للجمهور. اسمح لي برضو ابارك اقول بقى كل سنه وانت طيب للاستاذ ياسر رزق رئيس مجلس اداره اخبار اليوم، والشهر ده شهر العظماء اللي هو برج العقرب. فالاستاذ ياسر رزق برضه عيد ميلاده كان امس، فكل سنه هم طيبين جميعا. والكابتن ابو تريكه والكابتن الخطيب كان في نفس الفتره قبلها بكام يوم. ما هو ده برج العقرب، ده برج العظماء، برج العظماء. احنا مش منه. كل سنه هم طيبين جميعا، وانا بشكركم شكرا جزيلا، وارجو ان اكون ضيف خفيف. احنا سعداء بوجود حضرتك وان شاء الله نتكرر كتير الفتره الجايه. ربنا يبارك فيك يا رب ان شاء الله باذن الله. بشكر الاستاذ عماد المصري الكاتب الصحفي الكبير، وبالتاكيد كان لنا اطلاله سريعه كده على موضوع الاعلام والسوشيال ميديا والمهنيه والمسؤوليه. هي عناوين رئيسيه احنا بنحددها، السوشيال ميديا والاعلام والمهنيه والمسؤوليه، كلها عناصر مهمه جدا، وده مهم للجمهور في التوقيت الحالي. مهم ان احنا نبقى بنقول امور ايجابيه للجمهور، مهم جدا ان احنا يكون عنصر ايجابي مع الجمهور. اي وسيله اعلاميه في التوقيت الحالي لازم يكون لها دور ايجابي مع الجماهير في الفتره اللي جايه، لان احنا عايزين نلعب رياضه، عايزين نمارس كره قدم، عايزين نمارس رياضه، وده مهم جدا للبلد حتى على المستوى البعيد، لان القطاع ده تحديدا ممكن يكون احد الموارد الرئيسيه الماليه في الدولة. وده بيحصل في دوريات كتيرة جدا أو في دول كتيرة جدا في أوروبا أو حتى في أمريكا اللاتينية. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، والتقي بكم إن شاء الله على خير في حلقات أخرى قادمة من برنامج الأهلي الليلة.